طيب احنا قلنا ان احنا هنبدأ بالـ structure of the cell، وقلنا ان احنا عندنا الـ structure ده mainly three components. اي خلية في جسمنا ايا كان نوعها وايا كان مكانها بتتكون من ثلاث مكونات اساسية، اللي هم cell membrane، وده الغشاء من بره اللي بيحوطها، cytoplasm من جوه، والسيتوبلازم بيحتوي على الماستر اوف ذا سيل اللي هي المدير بتاع الخليه اللي بنسميها النيوكليوس. وقلنا ان احنا عشان ندرس الخليه دي فاحنا محتاجين نعرف الالكترون مايكروسكوب، اتكلمنا عنه في البراكتيكال ان ده ميكروسكوب مثله الجوهريه، انه ليه هاي ماجنيفيكيشن باور، بيقدر يكبرني كتير قوي، وبالتالي اقدر اشوف كل اورجانيل لوحده، اورجانيل بتفاصيله وتركيبه. مميزات الالكترون في ايه غير ان هو بيدي هاي ماجنيفيكيشن، او يعني مش مميزات ولكن كاركترز، يعني توصيفات، ان هو زي ما انا لسه قايله لكم ان الصوره بتاعته بلاك اند وايت، بيدي لي صوره ابيض واسود، مفيش فيه صور ملونه. فانا بستخدم كلمتين عشان اقدر اوصف الصور دي، الاجزاء السوداء في الصوره او لونها غامق هستخدم لها كلمه اسمها الكترون دان، والاجزاء الفاتحه عشان استخدم لها كلمه الكترون ليوسين. يبقى انا عندي كلمتين اهم، لما اجي اذكر اي الكترون مايكروسكوب بتاع اي اورجانيل هستخدم الكلمتين دول في الوصف، اما اجزاء الكترون دنس واجزاء الكترون ليش. بعد كده تطرقنا وبدانا اول كومبوننت من الخليه اللي هو السيل ميمبرين، وقلنا ان هو عباره عن ايه، اهو ده ذا ميمبرين في الراوند ذا سيل اللي بيحوطها من بره، واهميته في كلمتين، بروتكت اللي هي في الراوند يعني ان هو بيفصلها عن بقيه اللي حواليها من الخلايا، وريجوليت اللي هو controlling the passage of material into and out of the cell، يعني هو موجود زي البواب بالظبط، يخلي اللي عايز يدخل او يخرج بناء على احتياج الخليه. الحاجه اللي ممكن تضر الخليه ويقدر يمنعها هيمنعها، الحاجه اللي عايزه تدخل وتدخل تبقى beneficial للخليه تستفيد منها هيدخلها. يبقى هو controlling الحركه داخل وخارج، اللي داخل وخارج الخليه. بعد كده اتفقنا ان احنا عشان ندسكاس اي موضوع او اي اورجانيل من اللي احنا هنتكلم عنهم، احنا في اربع نقط اساسيه هنغطيها. قلنا الديفينيشن وده اول حاجه قلناها، وهنتكلم عن لايت مايكروسكوب، شكله ايه باللايت مايكروسكوب، بيبان ولا ما بيبانش، بيتصبغ ازاي. الكترون مايكروسكوب توصيفه بقى كاورجانيل او كجزء من الخليه بالتفصيل، بالالكترون بيبان ازاي. واخيرا هنت صغير قوي، وظيفه الاورجانيل او وظيفه الاستراكشر ده في الخليه دي. هنا في السيل ميمبرين قلنا ان هو باللايت مايكروسكوب هو فيري ثين، هو سمكه 9×10 نانو، نانو ده يعني الواحد على 1000 من المايكرون، حاجه فيري فيري ثين، رفيعه جدا. فالمقاس ده لايت ما بيجيبوش اصلا، ما بيتشافش، عشان كده هو نوت سين باي لايت مايكروسكوب خالص. اللي انا بشوفه باللايت هو حدود السيتوبلازم، لكن السيل ميمبرين نفسه ما بيتشافش. بعد كده قلنا انه بالالكترون، اللي هي الصوره اللي معانا دي بقى بالالكترون مايكروسكوب، الصوره دي فيها اثنين ميمبرين، ادي واحد بتاع الخليه دي وادي واحد بتاع الخليه دي. كل واحد منهم لو احنا ركزنا في الصوره ظاهر ان هو ثلاث خطوط، خطين منهم اسود وبينهم خط فاتح اهو، عشان كده وصفناه بكلمه ايه؟ تراي لامينر. يبقى كلمه تراي يعني ثلاثه، ولامينر يعني لاير. تراي لامينر اوتر وانر الكترون ده وميدل الكترون ليوسنت، اللي احنا لسه قايلينهم اهم، الثلاث كلمات اللي نستخدمهم في الديسكربشن. خطين الاسود اللي بره وجوه اسمهم الكترون ده، والخط الفاتح اللي في النص اسمه الكترون ليوسنت. يبقى عشان نفتكره كويس ده اول ما نتكلم عن السيل ميمبرين بالاي ام هنفتكر بس كلمه ايه؟ تراي لامينر. بقيه الديسكربشن خلاص احنا فهمنا نستنتجه ازاي من الكلمه دي. ده احنا قلنا بقى ان السيل ميمبرين في حته زياده عن الاربعه اللي احنا متعودين عليهم دول، اللي هي كيميكال ستراكشر، دي حاجه في السيل ميمبرين بس ما بنذكرهاش في بقيه الاورجانيل. كيميكالي وجدوا ان السيل ميمبرين بيتكون من ثلاثه مولكيولز او ثلاثه كومبوننت، وهم دول فعلا مكونات الاكل اللي احنا بناكله، او مكونات الكيميكال كومبارتمنت بتاع كل جسمنا، بروتين وكربوهيدرات وليبيد. اول حاجه بدانا بيها هي الليبيد، وقلنا ان الليبيد ده عندي في السيل ميمبرين نوعين، النوع الاولاني منها اسمه فوسفو ليبيد، والفوسفو ليبيد ده بيتميز ان هو عباره عن مولكيول كتير، المولكيول الواحد بس اهو الصغير من ده اهو عباره عن جزئين، له هيد وتيل، له راس اهي اللي هي الجلوبيولر هيد، وليه التو برانشز اللي تحت دول بنسميهم ذا تيل. واتفقنا انه المولكيول الواحد برضو ده الجزئين بتوعه بيختلفوا في درجه تعاملهم مع الميه. الهيد از هيدروفيليك،
وكلمة فلت يعني لايت، يعني دي بتحب المية وبتقدر تتعامل معاها. السيل از هيدروفوبيك، يعني بيكره المية ما بيحبهاش. فلما الفوسفوليبيد مولكيولز الكتيرة دي جت تترص في الممبرين، فترصت بالطريقة المناسبة للكاركتر بتاعت كل جزء فيها. يعني ايه؟ يعني الهيد الهيدروفيلك تبقى ناحية الحتت اللي فيها مية، اللي هو فين؟ اللي هو بره الخلية هنا في اكسترا سيلولار فلويد، وجوه الخلية هنا في سيتوبلازم، والاثنين فيهم مية. فترتبوا الفوسفوليبيد مولكيولز في طبقتين، طبقة راسها ناحية بره ناحية الاكسترا سيلولار سيل، وطبقة تانية راسها ناحية جوه ناحية السيتوبلازم. ليه؟ عشان الهيد دي هي الهيدروفيلك، وهي اللي تقدر تتعامل مع المية اللي في الستراكشرز اللي حواليها سواء هنا او هنا. طب والتيل حشروه في النص، حبسوه في النص بين الاثنين في نص السيل ميمبرين. ليه؟ عشان يبعدوه خالص عن المية. تعالى بقى انت بعيد اهو، انت مالكش دعوه، ما بتحبش المية، خليك انت في النص بين السهب. ويبقى دي كده اسمها على بعضها ايه؟ فوسفو ليبيد باي لاير. باي يعني اثنين، يبقى دي طبقتين من الفوسفو ليبيد مولكيولز اهو. اهم ادي طبقتين، ادي طبقه فوسفو ليبيد واحده اهي، وادي الطبقه الثانيه، والاثنين على بعض هسميهم في كلمه ايه؟ باي لاير. يبقى دي اول نوع من الليبيد الموجوده في الممبرين اسمها ايه؟ فوسفو ليبيد. النوع الثاني بقى اسمه كوليسترول، والكوليسترول ده مش ملوش اي تركيب ولا رصه زي الفوسفو ليبيد خالص. ده عباره عن مولكيولز موجوده ديسكريت اهي، ببعتها كده في وسط الفوسفو ليبيد باي لاير، كل شويه الاقي واحد ملهمش اي تركيب معين في الممبرين زي الفوسفو ليبيد، هما موجودين محشورين كده او حاشرين نفسهم بين الفوسفو ليبيد والمولكيول وبعضها. يبقى ده بالنسبه لاول كومبوننت كيميكال اللي هو سميناه ايه؟ ده ليبيد. كام نوع؟ نوعين، فوسفو ليبيد اللي هو فوسفو ليبيد باي لاير، واتفقنا باي لاير ليه وترتبت ازاي. والنوع الثاني اسمه كوليسترول، وده عباره عن مولكيولز من الكوليسترول موجوده بين الفوسفو ليبيد مولكيولز وبعضها. بعد كده المركب رقم اثنين اللي هو الكربوهيدرات. دكتوره الكربوهيدرات، نعم اتفضل. الكوليسترول ليه فانكشن؟ ده جزء من الاستراكشر بتاع الممبرين، وهو برضو بيتحكم في درجه السوليبيليتي او الفلويديتي بتاع الممبرين، يعني بيزيد او بيقل بناء على ان الممبرين يبقى مور فلويدي وبيرنبل او لا. هو ليه فانكشن بس جزء فيسيولوجي تفصيلي شويه. يعني ما بيثبتش شكل الخليه؟ ما دي هو جزء من التركيب، ما طبعا الممبرين على بعضه بيثبت شكل الخليه مش الكوليسترول بس، لكن الكوليسترول اتسلف جزء من التركيب وكميته وتواجده بيتحكم في الفلويد بتاع الممبرين ان هو يبقى سوليد او فلويد شويه. يعني دي حاجه هتاخدوها في الفسيولوجي بعدين. ماشي شكرا يا دكتور. قلنا المركب الثاني اللي هو الكربوهيدرات برضه هقسمه لنوعين، نوع اسمه جلايكوليبيد ونوع اسمه جلايكوبروتين. كلمة جلايكو قبل أي كلمة معناها كربوهيدرات، فده الكربوهيدرات اللي ماسكة في الفوسفوليبيد اسمها جلايكوليبيد، والكربوهيدرات اللي ماسكة في البروتين دي اسمها جلايكوبروتين. الاثنين مع بعض بيعملوا لي طبقة أو غطا كده بنسميه سيلكوت. يبقى السيلكوت ده هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الكربوهيدرات بارت أوف سيل ممبرين. هو جزء من السيل ممبرين لكن هو عشان موجود على الاكسترنال سيرف بس وبيغطيه من بره، فاعتبروه غطا فوق الممبرين، لكن هو اكشولي هو جزء منه. اسمه ايه؟ اسمه سيلكوت او اسمه جلايكوسيل. ادي الصوره اهي عشان نشوفه مع بعض. دي الفوسفوليبيد مولكيولز اللي لونها ازرق اهي، ادي الهيد وادي التيل اللي احنا لسه قايلين عليهم، وادي الهيد ناحيه السيتوبلازم او ناحيه الاكسترا سيلولار فلويد اللي هي هنا، والتيل كلها ناحيه جوه الممبرين بعيد عن اي ميه. بعد كده الاخضر اللي عامل زي الشجر ده، ذيس ار ذا كربوهيدرات، اما ماسكه في البروتين الاكثر فاسمها جلايكوبروتين، او ماسكه في الفوسفوليبيد الازرق فاسمها جلايكوليبيد اللي هي زي دي. والاثنين مع بعض قلنا بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا لي طبقه كامله فوق الممبرين اسمها سيلكو. المركب الثالث من الكرب من المركبات اللي في السيل ميمبرين اللي هو البروتين. وزي ما قسمنا الليبيدز النوعين والكربوهيدرات النوعين، البروتين كمان هنقسمه لنوعين اهم، اللي هم اسمهم ايه؟ اسمهم انتجرال وبريفرال بروتين. ودول الاثنين من اسمهم نستنتج مكانهم. البريفرال اسمها بريفرال، يعني ايه؟ يعني طرف، يعني دي على السطح بس، على السيرفس بره من السيرفس اوف ذا ميمبرين. وزي ما لسه قايله لكم السيرفس اللي بره او اللي جوه او الاثنين بالظبط ديفر، بس اهم حاجه انها سطحيه ما بتدخلش في الميمبرين خالص. بعكس الانتجرال بقى، كلمه انتجرال من كلمه انتجريشن، يعني انها مغروزه في الميمبرين، اخده في وسط، يعني حشره نفسها كده في وسط الفوسفوليبيد مولكيول. يبقى ده الفرق بينهم من اسمهم بس اهو.
الانتجرال او الكاركتر ليها it is incorporated incorporated in the lipid bilayer يعني محشورة في وسط الفوسفوليبيد موليكيول بقى اخترقت السمك بتاع الممبرين not easily extracted بقى هي حاجة حشرت نفسها في وسط الموليكيول عشان تثبت نفسها وتبقى قوية فصعب انها تتفصل عن الممبرين وفي منها نوعين على حسب درجة اختراقها للممبرين اما نوع اخذ الممبرين من اوله لاخره سمكه كله من اول ممبرين لغايه اخره تماما ده اسمه ترانس ممبرين بروتين كلمه ترانس معناها عبر يعني هو خد الممبرين من اوله لاخره فده النوع ده بيبقى لارج ان سايز لانه كبير وخد الممبرين ككل زي ما انا قايل لكم كومبليتلي امبيدد هو النوع الثاني بتاعه اللي هو الانتجرال الصغير سمول سايز ودي الخليه بقى والممبرين اللي استغلها وشفناها انت مش اخد الممبرين كله وليكي تكويس من جوه اشتغلي بقى ذا شانل اشتغل كالقنوات او زي انفاق تسمح بمرور الموليكولز من برا لجوه او العكس يبقى ده اول نوع من البروتين اللي هو الانتجرال بروتين النوع الثاني اللي هو السمول تايب والسمول تايب ده بيتميز ان هو امبيدد برضه وانتجريتد برضه ولكن انكمبليت يعني خد حته من الممبرين بس ما طوله وحجمه ما جابش الممبرين كله عشان كده هو انتجرال يعني هو متثبت في الممبرين وداخل في وسط الفوسفوليبيد موليكولز لكنه مش كبير لدرجه انه اخد السمك كله فهو كونسيدر بانتجرال لكنه مش ترانس ممبرين هو سمول تايب طب نيجي الناحيه الثانيه البريفرال بقى البريفرال زي ما احنا قلنا ان هو على سطح الخليه من بره وهو ماسك بروبت ضعيفه لوزلي اتاتش للممبرين وبالتالي ممكن ينخفض من الممبرين بسهوله ايزلي اكستراكتد معناها يتفك منه بسهوله نيجي بقى جرام ثاني اهو كل الاكثر دي ديز ار ذا فوسفوليبيد مترتبه في الطبقتين اهو ادي باي لاير وادي لاير الاثنين باي لاير اهو الاخضر اللي زي الشجر اللي قلنا عليه من شويه ده هو مين سيلكوز اهو كل الاخضر ده سيلكوز سواء جلايكوليبيدز او جلايكوبروتين ماشي والازرق ده هو البروتين سواء ترانس ممبرين انتجرال كبيره اهي او بريفرال على السطح بس هنا مش باين السمول بروتينز او ممكن تكون هي دي لكن مش باينه قوي في الصوره انها انكمبليتلي انتجريت ده بالنسبه لي الكيميكال ستراكشر اوف سيل ممبرين ايه وظايفه بقى ربنا خلق السيل ممبرين ده في الخليه يعمل ايه اول حاجه بروتكت ذا سيل ودي قلناها هو سراوند ذا سيل ليه عشان يحجم او يحيط السيتوبلازم بمحتوياته ما تبقاش كده قاعده في الشارع في فاصل بينها وبين الجيران الخلايا اللي حواليه يبقى هو بروتكت ذا سيل وكيرنج انترنال كومبوننتس جواها مفيش حاجه منهم تخرج اكستشينج وبرده قلناها في الديفينيشن بتاعه ان هو بيتحكم في الخروج والدخول ايه اللي يدخل وايه اللي يخرج وبناء على كونسنتريشن جريدينت والكتروكيميكال جريدينت وعوامل كتير جدا بتتحكم في الحركه دي العمليات اللي بتحصل او اللي بنسميها الاكستشينج ماتيريالز دي بتحصل عن طريق عمليتين كبار ومهمين قوي اما عمليه ان حاجه تدخل من بره لجوه فسميها اندو سايتوزيس يبقى كلمه اندو معناها internalization يعني دخول او entrance endocytosis يبقى دخول material من بره لجوه وعلى حسب اللي داخل ده ايه هقسمها لنوعين اما اللي داخل ده solid حاجة ناشفة فسميها phagocytosis او اللي داخل ده liquid مادة سائلة فسميها phanocytosis الاثنين على بعض كده اسمهم endocytosis اللي هو دخول اي حاجة تدخل بقى اسمها endocytosis لكن هنا انا خصصت اللي داخل داخل ماده سوليد ولا داخل ماده فلويد يعني الخليه بتشرب ولا الخليه بتاكل العكس بقى لو حاجه بتخرج من بره لجوه ذس از اكسوسايتوزس عمليه خروج اي ماتيريال من جوه الخليه لبره سواء الماده دي ماده هتشتغل بره زي سكريتري برودكت زي هرمون زي اي حاجه الخليه بتفرزها فبتخرج بره تشتغل يعني ماده يوسفول يعني قصدي او سواء اللي خارج ده ويست برودكت الخليه لما بيبقى عندها اي ويست برودكت جوه بتخرجه بره عشان تتخلص منه طيب الاكسوسايتوزس دي اي ماتيريال ايا كانت تخرج من جوه الخليه لبره اسمي العمليه دي عمليه الاكسوسايتوزس الوظيفه بعد كده للسيلكو للسيل ممبرين هي وظيفه السيلكو ده السيلكو ده احنا اتفقنا هو جزء من الممبرين السيلكو ده وظيفته ايه اول حاجه بتفتكر ان هو عباره عن كربوهيدرات والكربوهيدرات زي السكر والسكر ده بيلزق يبقى هو من وظايفه ان هو يلزق الخلايا في بعضها ادهيجن بتوين سيل يربط الخلايا مع بعض وده مش العامل الوحيد في عوامل كتير بتربط الخلايا مع بعض بس من ضمنها السيلكو ان هو بيربط الخلايا مع بعضها وبيسمح بثباتها ان هي تبقى متصله مع بعض وماسكه عشان تعمل لي تشو تاني حاجه ان السيلكو عليه ريسبتورز والريسبتورز دي مستقبلات لحاجات كتير
ممكن تبقى كيميكالز، ممكن تبقى ادويه، ممكن تبقى هرمونز، ممكن تبقى الانتيجنز معينه هتيجي انفيد السيل وتمسك الريسبتورز. ففي مستقبلات على سطح الخليه او في السيل كود كتيره جدا تبقى ريسبوندنج وتستجيب مع مواد برضو كتيره حوالين الخليه. يبقى ده بالنسبه لكده كولكتيفلي وظايف السيل ميمبرين، ده بروتكشن اكس تشينج في صوره اندو او اكس سايتوزيس، وبعد كده وظايف السيل كود باختصار ادهيجن وريسبتور. طيب معلش حضرتك، هل ممكن يتطلب ان احنا نعمل كوريليشن ما بين الاستراكشر والفانكشن بتاعه السيل ميمبرين ولا ملهاش ولا لا؟ واي نوت، ما هي اصلا ده الاوبجكتيف بتاعي كان كده، كوريليت ذا سيل ميمبرين استراكشر تو اتس فانكشن. هو اللي احنا قلناهم دول كلهم وظايف السيل ميمبرين بناء على التركيب اللي قلناه، الاكستشينج اوف ماتيريال الاندو والاكستسايتوزس، ده في الاغلب مرتبط بالفلويديتي او السوليبيليتي للليبيد اللي هي الليبيد سوليبل ولا اللي هو ووتر سوليبل عشان يدخل من الميمبرين نفسه، والايونز والموليكيول تدخل من خلال الشانل. الاكستسايتوزس برضو عن طريق يعني طريقه معينه، او يعني برضو الحاجات يعني الكوريليشن هتبقى اكتر في الفسيولوجي لما تبداوا تاخدوه، بس احنا هنا بندي معلومه هنت قصيره قوي. الفانكشن شغلانه الفسيولوجي اكتر، هم اللي هيدوا فيها تفاصيل كتير، لكن احنا بندي فكره الفانكشن مجرد ان انا ابني على اللي انا بقوله في التركيب، الحاجه دي موجوده عشان ايه، عشان تعمل كذا، لكن كذا ده بيتعمل ازاي او الوظيفه بتتعمل ازاي بالتفصيل دي ان شاء الله تاخدوها ليتر اون في الفسيولوجي. تمام ان شاء الله. طيب هو ايه الالفا هيليكس بروتين؟ هو البروتين السلف بقسمه كذا نوع وكذا جزء، بس يعني انا ما حاولتش اتطرق في التفاصيل دي عشان الموضوع ما يبقاش صعب عليكم، بس يعني ده نوع من جزء من الانتجرال بروتين، بيبقى عامل زي السوسته كده، بيبقى اخذ السيل ممبرين برضه بسمكه كله، وده برضه من وظائفه اللي هو جزء من الشانل بروتين. بس يعني طب تفاصيل تركيبه ووظيفته والكلام ده زي ما بقول لكم التفاصيل بتاعت الفانكشنز هتاخدوها اكتر ان شاء الله في الفسيولوجي بعد كده. خلاص تمام ان شاء الله، شكرا لحضرتك. احنا السيشن ده قدامنا فيه 4 دقايق عشان تبقوا بس ريدي ان احنا قربنا نخلص الوقت يعني. بعد كده بدأنا نتكلم عن السيتوبلازم اللي هو بقى عدينا من الممبرين ودخلنا جوه الخليه، فلقينا ان السيتوبلازم بقسمه لثلاث اجزاء. اورجانيل وهي بتمثل الليفنج بارت، الجزء الحي في الخليه. انكلوجرز ودي بتمثل النون ليفنج بارت اللي هو الجزء الغير حي او الجزء الخزين بتاع الخليه اللي هي عيناه لوقت الحاجه، والاثنين عينين في ماتيريال زي الجالي كده اسمها ماتر. ده دول الثلاثه على بعض كده اسميهم ايه؟ اسميهم سيتوبلازم. هنبدا باول جزء من السيتوبلازم اللي هو الاورجانيل، واحنا اتفقنا ان احنا بنقسم الاورجانيلز لمجموعتين كبار قوي ديبندنج على حاجه واحده بس، هل في ممبرين حوالين الاورجانيل ولا مفيش. لو في ممبرين للاورجانيل لوحده يفصل عن بقيه محتويات السيتوبلازم اسمي المجموعه دي ممبرنس اورجانيل. لو في الاورجانيل ملوش ممبرين يعني هو انتاتش مع الماتريكس على طول مباشره بدون اي فاصل اسمي المجموعه دي نون ممبرنس اورجانيل. الممبرنس اتكلمنا عنها وقلنا ان احنا انكلودد فيها 5 اورجانيل، ميتوكوندريا، اندوبلازميك ريتيكولم، جولجي، لايزوزوم وبيروكسيزوم. النون ممبرنس انكلودنج رايبوزوم، وبعد كده جروب السيتوسكيلتون كله، سنتريول، سيليا، فلاجيلا، مايكروتوبيولز ومايكروفيلم. الجروب الاولاني بيشترك في وظيفه ان هو شغلانته الميتابوليك اكتيفيتيز بتاعه الخليه كلها. الجروب الثاني شغلانته الاساسيه اكسبت الريبوزوم، يعني الريبوزوم ده وظيفته شبه الممبرنس اكتر ان هي برضه ميتابوليك اكتيفيتيز وبروتين سينس، لكن الباقيين دول وظيفتهم الاساسيه كلمه سايتوسكيلت. ده دايجرام الخليه لبعضها اهي، وادي كل المحتويات اللي احنا قلناها، ادي الممبرين من بره اللي بيحاوطها، وادي السيتوبلازم كل اللي احنا قلناه سواء اورجانيلز او انكلوجرز او الماتريكس او السبستنس اللي هي فيلينج ذا سبيسز بتوين. ده كل المحتويات. طبعا هنا النيوكليس دي ذا ماستر اوف ذا سيل، في بعض الكتب بتكونسيدر ان النيوكليس برضه ممبر مش اورجانيل، ده اكسبتد. في كتب ثانيه بتحطها في سيبريت كاتيجوري لوحدها لان دي مش زي اي اورجانيل فما ينفعش اسويها بيهم يعني، لكن الاثنين برضو اكسبتد. لو انا كونسيدرنج النيوكليس ميمبرس اورجانيل ده صح طبعا لان هي حواليها برضو ممبرين. انا يعني هوقف علشان ما ابداش اقف هنا، هوقف ده وهعمل سيفنج للجزء اللي فات، وبعد كده ان شاء الله هعمل ميتنج جديده ابعت لكم اللينك عشان نبدا بيها الميمبرس اورجانيل. طيب معلش حضرتك، هل برضو البروتيوسوم هيبقى ميتابوليك اكتيفيتيز؟ الى حد ما يعني البروتيوزوم برضه لينك للميتابوليك اكتيفيتيز اكتر من انه لينك للسايتوسكيل. تمام حاضر، هسجل الجزء ده وهعمل لكم لينك على طول جديده للجزء الثاني. هنكمل الممبرنس اورجانيل.
قلنا ان احنا عندنا في الجروب ده 5 اورجانيلز هنتكلم عن واحد واحد منهم ونعرف تركيبه وايه اهم مميزاته. اول واحد منهم هيكون الميتوكوندريا، وده يس هنمشي بنفس النسق اللي احنا اتفقنا عليه، ان احنا هنتكلم على الباي بوينتس اللي احنا قلناهم ديفينيشن لايت الكترون فانكشن. اول حاجه بالنسبه للديفينيشن، احنا اتفقنا في الليكتشر ان احنا هنحط قانون كده او يعني طريقه نحفظ بيها الديفينيشن من غير او نكتب بيها الديفينيشن من غير ما نحفظ حاجه. ان احنا هنعمله ازاي؟ هنحط الديفينيشن في صوره مقطعين، المقطع الاول هو كلمه ممبرنس او نون ممبرنس، المقطع الثاني الوظيفه باختصار. لو طبقنا ده على الميتوكوندريا هنحط لها ديفينيشن نقول عليها ايه؟ It is membranous organelle، وده الجزء الاول. Provide the cell with ATP او باور هاوس اوف ذا سيل، و it gives the cell its energy needed، كل ده صح. المقطع الثاني اللي هو وظيفتها في الخلايا. طيب نوتنج بس، نفتكر ان احنا عدد الميتوكوندريا هيتناسب طبعا مع الاكتيفيتي في ذا سيل، دي حاجه بالمنطق. هي كل اهميتها ونشاطها انها بتطلع ATP. هل خليه very active زي خلايا كسلة؟ منطقيا لا، لازم يبقى عددها اكتر. في الاكتيف سيلز زي الليفر والمسل علشان الخلايا دي نشيطه وبتشتغل على طول على طول، فعلى طول برضو محتاجه انرجي واي تي بي. يبقى ده اول جزء من الديفينيشن او اول جزء هتكلم عنه اللي هو ديفينيشن اوف ذا اورجانيل. طيب النقطه الثانيه هنبدا نتكلم بقى لايت والكترون، الفرق بينهم ده بيظهر ازاي وده بيظهر بيه ازاي. باللايت مايكروسكوب طبعا الصوره دي صوره سكاننج بس متلونه، يعني دي سكاننج الكترو مايكروسكوب للميتوكوندريا، بس طبعا هي متلونه، هي ما بتبقاش ملونه كده، بتبقى ابيض واسود، بس هي متلونه كمبيوترايزد. يعني اللايت مايكروسكوب اول حاجه نذكرها اتش اند اي، ده لازم ده ماست، والاور بيتصدر او ما يتصدرش، لان دي الاورديناري سيم اللي احنا بنستخدمها في كل الاستراتيجيكال سيكشن، فلازم نذكرها اول واحده. وسواء بقى بيظهر او ما بيظهرش هنكتبها ونقول بيظهر او ما بيظهرش، نو لون او ما بيبقاش ستيند بيه. ويليها بقى لو في سبيشال ستين مخصوص بتاعته هنذكرها. طب هي في الميتوكوندريا بالاتش ان دي بتبان ايه؟ بتبان اسيدوفيليك جرانيو، يعني هي لو موجوده بعدد كبير في الخليه تخلي السيتوبلازم يبان لونه احمر ومحبب، في نقط صغيره. ده بالنسبه لي الميتوكوندريا اتش ان دي. طب السبيشال ستينز بتاعتها لو انا عايز اتاكد بقى ان دي ميتوكوندريا مش حاجه ثانيه، اصبغها بايه؟ اصبغ بايرن اتش اللي هي ايرن هيماتوكسين، والايرن هيماتوكسين لما اصبغ بيه خليه فيها ميتوكوندريا كتير كل السيتوبلازم ما بيصبغش، والميتوكوندريا بس بتصبغ دار بلو روز او جراني، يعني يبان يا اما نقط لونها ازرق يا اما روز اللي هي زي القضيب، يعني حاجه طويله شويه، دي على حسب شكلها في الخليه. فبتبان لونها ازرق في ده جراوند فاضيه، هنا بقى السيتوبلازم ما بيصبغش، عشان كده انا بقول دي سبيشال تصبغ ميتوكوندريا بس، بقيت السيتوبلازم مش حاجه بتصبغ. تمام. طب ايه كمان؟ هيستو كيميكال ستين، وزي ما قلت لكم قبل كده هيستو كيميكال بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انزيم موجود في الاورجانيل ده بس مش موجود في غيره، فانا لو قدرت اكشف عن الرياكشن بتاع الانزيم ده فانا اندايركتلي كشفت عن الاورجانيل. يعني ايه برضه؟ الميتوكوندريا فيها انزيمز كتير كلها بتاعت الكريبت سايكل والستريك اسيد سايكل والالكترون ترانسبورت، دول كلهم فيهم انزيمز كتيره جدا، لكن فيهم واحد كاركترستيك يعني مش موجود غير في الميتوكوندريا فقط، لا موجود في الرايزوزوم ولا موجود في جولجي ولا موجود في اي اورجانيل ثاني. اسمه ايه؟ اسمه ساكسينيك دي هيدروجينيز انزيم. انا لو قدرت ان انا احط سبستريت او ماده والماده دي الانزيم ده بيشتغل عليها، وبعدين اربط الماده دي بصبغه، لو حصل الرياكشن يطلع اللون، لو ما حصلش الرياكشن ما يطلعش اللون. فاذا لما انا احطها على خليه كل مكان فيه ميتوكوندريا هيحصل فيه رياكشن عشان فيه الانزيم، فيديني لون، فكل مكان هياخد اللون جوه السيتوبلازم يساوي ان ده ميتوكوندريا. ده فكره الهيستوكيميكال. يبقى تاني باللايت مايكروسكوب الميتوكوندريا بتبان شكلها ايه؟ هنتكلم عن 3 حاجات، اتش اند اي بتتصبغ او لا وبتبان ازاي. هنا في الميتوكوندريا بتتصبغ وبتبان شكلها اسيدوفيليك جرانيولز، جرانيولز لونها احمر لو موجوده بعدد كبير في السيتوبلازم. رقم 2 السبيشال سين زي مين؟ زي الايرن اتش، ده بيصبغ الميتوكوندريا بس بيصبغها في شكل دارك بلو دوت جرانيولز يعني او سود. الطريقه الثالثه للستيننج اللي هي الهيستوكيميكال، ان انا ببحث بيها عن انزيم سبيسيفيك للاورجانيل ده بس، زي مين؟
زي الساكسينيك ديهيدروجينيز ده موجود في الميتوكوندريا فقط. فانا بزور او بدور عليه برياكشن معين بعمله في المعمل ويديني بوزيتيف ويديني لون، فكل الاماكن اللي الاقي فيها اللون هي اماكن وجود الميتوكوندريا في الخليه. ده بالنسبه لللايت مايكروسكوب اللي هي النقطه رقم 2. احنا اتكلمنا دلوقتي على الديفينيشن واتكلمنا عن اللايت مايكروسكوب. النقطه الثالثه اللي هي الالكترون. الالكترون بقى معناه ان انا اوصف الاورجانيل وصف دقيق بقى، انا قدرت ان انا اكبر عليه قوي واشوفه، اشوف الاورجانيل نفسه بكل تفاصيله، فانا اقدر اوصفه بسهوله بقى. ده دايجرام اهو للالكترون مايكروسكوب بتاع الميتوكوندريا. اوصفه بشكل ايه؟ شايف فيه ايه بقى؟ اول حاجه شكله من بره او حدوده، يعني هو ممبرن بس احنا متفقين على ده من الاول، لكن وجدوا ان الممبرن بتاع الميتوكوندريا مش ممبرن واحد، دول اتنين ممبرن حواليها تو ممبرن، عشان كده وصفناه دبل وولز ممبرن فيزيكال. يعني ايه دبل وولز؟ يعني اتنين وولز مش واحد، ممبرن اهو وممبرن اهو. فانا عندي اوتر ممبرن وعندي انر ميمبرين. طب الاثنين زي بعض؟ لا مش زي بعض. الاوتر ميمبرين زي ما احنا شايفينه في الصوره سموث ناعم خالص اهو، اقدر امشي عليه كده ما الاقيش عليه اي بروزيت، از سموث ميمبرين. وكمان بيرميبل، يعني في درجه من درجات النفاذيه انه يسمح بمرور بعض السبستس من خلاله. ده اول ميمبرين. طب الانر بقى زيه؟ لا مش زيه. الانر مختلف شويه. مختلف في ايه؟ مختلف ان هو مش سموث، طالع منه فولز او projections، shelf like projections اللي انت كنت قبل كده بتسموها الرفوف. shelf يعني رفوف، يبقى shelf like projections بنسميها crispy. يبقى كلمة crispy معناها ايه؟ معناها الفولز اللي طالعة من الانر ميمبرين اللي جوه، اللي هي اللون اللونها اصفر دي، كل دول are crispy، ودي طالعة من الانر ميمبرين جوه الميتوكوندريا. ودي عليها ايه او اهميتها ايه؟ انها عليها respiratory enzymes و electron transport enzymes. الانزيمات بتاعه الريسبيراتوري سايكل والالكترون ترانسبورت كلها موجوده على سطح الانر ميمبرين ده او على سطح الكريستي. ده الجزء رقم 2. يبقى احنا قلنا دبل وول، فاتكلمنا عن اوتر وول او اوتر ميمبرين وانر ميمبرين. طب جوه هنا بقى فاضي؟ لا مش فاضي. جوه هنا ماده شبيهه بالميكروسكوب بتاع السيتوبلازم. يعني اي ماده هتعهدوها كده بعدين، اي سبيس وفي ماده جواها ملياه هنسميها ماده. فالسبيس بتاع السيتوبلازم اللي مليان جل ماتيريال سميناها ماتريكس، والكافيتي بتاع الميتوكوندريا من جوه مليان برضه ماتيريال شبه السيتوبلازم او شبه الماتريكس، لا برضه سميناها ماتريكس. تمام؟ يبقى السبيس ده اوكيبايد باي ذا ماتريكس، والماتريكس ده عباره عن فلويد شبيه بالماتريكس بتاع السيتوبلازم، لكن بيتميز ان هو فيه انزيمز مخصوص بتاعته هو لوحده اللي هي الانزيمز اوف كريب سايكل، وكمان معاها موجود دي ان ايه وار ان ايه صغنن جدا، ده خاص بالميتوكوندريا. الميتوكوندريا الاورجانيل الوحيد بعد النيوكليس في دي ان اي وار ان اي. النيوكليس كل الدي ان اي والار ان اي في الخليه كلها في النيوكليس بس، ما عدا الميتوكوندريا دي فيها اتس اون دي ان اي وار ان اي. يبقى تاني الالكترون مايكروسكوب بتاع الميتوكوندريا ثلاث كلمات: اوتر ميمبرين سموث، انر ميمبرين شو كريستي، وقلنا كريستي عليها انزيمز ريسبيراتوري الكترون ترانسبورت، ماتريكس اللي هو جوه ده فيه كريبت سايكل انزيم وميتوكوندريال دي ان ايه وار ان ايه. النقطه الرابعه والاخيره، وظائف الميتوكوندريا ايه؟ احنا مجملا قلناها، اول حاجه بروفايد ذا سيلز اي تي بي، ودي اللي احنا قلناها في الديفينيشن، دي عباره عن اورجانيل كل شغلانته في الحياه ان هو يطلع طاقه يطلع طاقه يطلع طاقه، والخليه تبدا تستهلكها وتستخدمها في الانشطه بتاعتها. يبقى هو بروفايد ذا سيلز اي تي بي عشان الخليه تقدر تستخدمها في الفايتال فانكشنز اللي هي بتقوم بيها. طب ده بس الوظيفه؟ لا، الاورجانيل ده احنا خصصنا له وظيفه، او خصصنا له قصدي كومبوننت ان هو الوحيد بعد النيوكليوس في دي ان اي وار ان اي. طيب دول ما لهمش وظيفه؟ اكيد لهم، ان هم بيخلوا الميتوكوندريا كان ديفايد تقدر تنقسم وتكثر عددها لو الخليه محتاجه طاقه اكتر من اللي موجود. يعني حصل فيه اي مشكله، او حتى مثلا حد بيمارس رياضه لاول مره وبدا عضلاته تشتغل اكتر وتدي مجهود اكتر من اللي متعود عليه قبل كده، طب هتجيب طاقه منين للشغل الزياده ده؟ تبدا الميتوكوندريا تنقسم وتكثر في العدد وتدور كميه الاي تي بي اللي بتطلعها عشان تكمبنسيت فور دي نيد او الاي تي بي اي تي بي نيد فور اوف ذا سيل، تمشي او تدي الخليه كل الطاقه اللي هي محتاجاها. يبقى دي بروبرتي خاصه بالميتوكوندريا انها كان ديفايد عشان هي فيها اتس اون دي ان اي وار ان اي. ده الاورجانيل الاولاني من الممبرنس جروب اللي هو الميتوكوندريا. طيب اي سؤال في الميتوكوندريا قبل ما اكمل؟ اتفضل.
ايه معلش، هو ايه الانترا ميمبرينس سبيس اللي ما بين الاوتر والانر ميمبرين، ولا اللي بعد الانر ميمبرين بقى الداخلي؟ طب شوف اسمه وبعدين نقرر. ها انترا معناها ايه؟ بس عشان ما تتلخبطش انت لو حطيت تحتي هنطق ايه. لا انترا مش بتوين، انتر بتوين. انتر يعني هنا بين الكومن برينز، ده اسمه انتر ميمبرينس سبيس. انتر يعني ايه بتوين؟ بس ما بين حاجتين. انترا معناها انسايد، يبقى جوه. تمام تمام. تاني انتر يعني بتوين، فاسمه انتر ميمبرينس يعني بين الاثنين ميمبرين اللي هو هنا اهو. الفراغ اللي بين الاثنين ميمبرين ده انتر ميمبرينس سبيس. لكن الفراغ الداخلي اللي جوه الميتوكوندريا من جوه جوه الميتوكوندريا من جوه ده اسمه انترا انسايد انترا ميمبرينس سبيس. تمام تمام، شكرا لحضرتك. نيجي للأورجانيل اللي بعد كده، في أي سؤال تاني يا جماعة؟ الميتوكوندريا المغز؟ أي حد لسه سؤال تاني؟ الأورجانيل التاني اللي بعد كده اللي هو الإندوبلازميك ريتيكولم. والإندوبلازميك ريتيكولم ده برضه من الميمبرينس جروب، فده أول جزء منه هو الميمبرينس أورجانيل. لكن هنا مش هينفع أحط فانكشن في ديفينيشن. ليه بقى؟ لأن ده أورجانيل ليه نوعين، والنوعين ليهم two different functions، وده يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه ان الاندوبلازميك ريتيكولوم ما ينفعش احط لها في الديفينيشن بتاعها ان مفيش وظيفه كامل، فهستبدلها بشكلها انها عباره عن branched tubule. يبقى ايه ده؟ membranous organelle formed of branched tubule. يبقى انا استبدلت بس هنا دي او الاكسبشن ده ليه؟ عشان انا عندي نوعين بوظيفتين مختلفين، هختار مين بقى احطه في الديفينيشن؟ مش هينفع. احنا شلنا الوظيفة خالص وحطينا مكانها شكلها اللي هي عبارة عن branched tubule. طيب النوعين بقى اللي انا لسه بقول ان في منها نوعين، دول هم مين؟ نوع اسمه rough type rough endoplasmic reticulum اللي هو ده، ونوع اسمه smooth type او smooth endoplasmic reticulum اللي هو ده. طب من قبل ما نتكلم عنهم ولا نجيب سيرة اي تفاصيل عنهم، rough و smooth دول indicating ايه؟ اتسموا كده ليه؟ رف وسموث دول اكيد اكيد وصف السطح. السطح ده املس ناعم في السموث تايب او خشن في الرف تايب. يبقى دي معلومه كده رعب عرفناها بس من الاسم من غير ما نوصف اي حاجه. ادي التو تايب، اول نوع الرف تايب والنوع السموث تايب، هنقارن بينهم بناء على ايه؟ اول حاجه مكانهم، دي الاقيها فين ودي الاقيها فين. الرف اندوبلازميك ريتيكولوم موجوده وبكثره، هي كبيرة في البروتين سينثايزنج سيلز. اشمعنى هقول دي بعد ثانية بالظبط لما نقول الستراكشر بتاعها اهو. خلاص يبقى دي موجودة كومنلي فين؟ في البروتين سينثايزنج سيلز زي البلازما سيل والبنكرياس. ده الراف تايب. طب السموث تايب؟ السموث تايب بقى موجود في الليبيد سينثايزنج سيل. يبقى هنا واحد بروتين وواحد ليبيد. البروتين مسؤول موجود مع الراف، السموث معاها ليبيد او هي بتسمع الليبيد. ليبيد سينثايزنج سيل زي الليفر وزي السوبرارينال كورد. طيب اللايف مايكروسكوب ايه الفرق بينهم؟ الراف تايب الاول، قبل ما اقول الراف، الاثنين ما بيتشافوش كده يعني عشان نبقى واضحين ان الاثنين سواء دي او دي اللايف بقدره تكبيره ما بتجيبهمش، لا هشوف راف ولا هشوف سموث اصلا. ولكن الراف تايب اتسمى راف ليه؟ عشان لازق عليه رايبوزوم. السطح بتاع الممبرين لازق عليه ريبوزوم. الريبوزوم دي تركيبها كيميائيا ايه؟ ار ان ايه، يعني رايبونيوكليك اسيد. يعني لما اصبغها تاخد انهي ستين؟ هي اسيد، فتاخد البيزك ستين اللي هي لما تكسر بتبان لونها ازرق. فلما يكون في خليه فيها راف اندوبلازم كتير، يعني فيها ريبوزومز كتير، فالسيتوبلازم يبان لونه ازرق. لكن هل هشوف التيوبيولز بتاعت راف اندوبلازم كريتيكولم؟ لا ما بشوفهاش. عشان كده انا قلت لكم ان الاثنين نوت سين از ريتيكولم، لا دي ولا دي، انهم صغيرين جدا ورفيعين قوي. لكن الميزه في الراف ان عشان عليها ريبوزوم لازقه في سطحها، لو موجوده بكميه كبيره في خليه هتخلي السيتوبلازم يبان لونه ازرق. فالعكس بقى، لو انا في لايت مايكروسكوب بتفرج على خليه ولقيت السيتوبلازم بتاع الخليه دي لونه ازرق غامق، ده يديني فكره ايه؟ او انا اخد منه انطباع ايه؟ ان الخليه دي في الاغلب خليه عندها ريبوزومز كتيره، عندها ريبوزومز اما فري او اتاتشد، يعني راف اندوبلازميك. تمام، يبقى ده النقطه بتاعت اللايف. طب السموث بقى،
هي ما بتتشافش، ما عليهاش رايبوزوم، فما فيش خالص اي طريقه ان احنا نشوفها دي، لا هي التبيوز بنفسها حجمها يتشاف ولا عليها رايبوزوم بتخليها تتسبغ، فما بنشوفهاش تماما باللايت مايكروسكوب. طب الالكترون بقى عشان اشوفها، انا عايزه اتفرج عليها بقى، اعمل ايه؟ اصور الكترون واكبر قوي عشان اشوفها. بتبان ازاي؟ الرافايد بيبان في صوره شيبي انابيب، لكن الانابيب بتاعته دي منتظمه منظمه مترصصه باراليل متوازيه لبعضها وفلاتند مبسطه، يعني التبلول مش مدوره كده زي الاسطوانه، لا مبسطه وسطحها زي ما احنا لسه قايلين خشن. ليه؟ رف ليه؟ علشان لازق عليه رايبوزوم. يبقى تاني بالالكترون مايكروسكوب الرف تايب ايه اللي بيميزه؟ It is formed of parallel flattened tubules with rough surface. ليه؟ عشان لازق عليها رايبوزوم. طب نيجي للثاني، هي التبيولز برضه، ولكن التبيولز هنا مش منظمه، كوميونيكيتنج يعني متشعبه ومتداخله وعلى اتصال ببعض عامله زي الشبكه، ونارو رفيعه ومش فلاتن فمدوره، يعني اليوم بتاعها مدور ما هوش مبطط زي دي، والسطح بتاعها من بره سموث، هي اسمها سموث اهو، يبقى السطح بتاعها سموث. ليه؟ عشان نو رايبوزومز ار اتاتش تو ات، يعني مفيش عليه رايبوزوم. يبقى ده الفرق بينهم، هو لايت والكترون مايكروسكوب. طب الوظائف بقى، ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ بالعقل كده، ده عليه رايبوزوم يبقى ده ليه لينك مع البروتين، ليه شغلانه مع البروتين، لان هو لازم عليه رايبوزوم. الرايبوزوم ده بتعمل ايه؟ بروتين سينسز، تصنع البروتين. طب الرف تعمل ايه بقى؟ تجريجيت، يعني تعزل او تفصله، تحوش البروتين اللي بيتكون من الرايبوزوم جواها، الكابت اللي جواها او اليومن اللي جواها بيتكون جواه انسايد السليومن البروتين اللي بيتصنع بالرايبوزوم ده، فهي تعمل له تجريجيشن. كلمة segregation معناها عزل أو فصل البروتين عن السيتوبلازم. يبقى ده شغلانة الرف اندوبلازمك، مش التصنيع، التصنيع شغلانة الريبوزوم هي اللي بتصنع. لكن الرف بتعمل إيه؟ بتفصل البروتين اللي بتصنع ده وتحبسه جواها عن السيتوبلازم اللي حواليه. طب إيه كمان؟ بتبدأ أول خطوة بس من خطوات تعديل البروتين، البروتين اللي بيتكون ده خلي بالكم بروتين خام. يعني كأننا عندنا توب قماش كده بالظبط، ولا اتصبغ ولا اتقص ولا تفصل ولا اي حاجه خالص، هو توب بس قماش وخلاص، قماش كده ملوش اي ملوش لون معين ولا قص معين، ده اسمه رو بروتين، ده اللي لسه متصنع من الريبوزوم. هل ده ينفع يروح يشتغل؟ لا ما ينفعش، لازم يحصل له تعديلات وتظبيط للتركيب بتاعه وكل الموديفيكيشنز بتحصل عليه عشان في الاخر يديني سكريتري بروتين. اول خطوه بس من التعديلات دي اسمها انيشال جلايكوزيليشن، اللي هي اضافه كربوهيدرات، دي بتاعت الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وتقف على كده ما تعرفش تعمل اكتر من كده بقى، تبعت الجولجي يكمل تعديلاته. لكن هنا وظيفه الرف اندوبلازميك لغايه دلوقتي حاجتين اهم، اول حاجه تعزل البروتين تفصله عن السيتوبلازم جواها، ثاني حاجه انها تضيف له كربوهيدرات كخطوه مبدئيه لتعديله، لكن ما تعرفش تعمل اكتر من كده. ثالث حاجه انها وهي بتفصل البروتينز دي في جزء منهم عباره عن انزيم، الخليه بتكون انزيم زي بتاعت اللايزوزوم مثلا، هتيجي سيرتها كمان شويه. البروتينز اللي هي بتتكون اللايزوزوم انزيمز دي لو اتفرزت وما اتحبستش هتكسر الخليه نفسها، فهي كونها بتعمل سيجريجيشن للبروتينز ومن ضمن البروتينز دي انزيمز بتاع اللايزوزوم، فهي بروتكتنج ذا سيتوبلازم منه، بتحمي السيتوبلازم من الهارمفول افكت او من الدستركتيف افكت بتاع الانزيم. يبقى باختصار وظيفه الرف اندوبلازميك ايه؟ اول حاجه سيجريجيشن اوف بروتينز، وقلنا سيجريجيشن معناها فصل او عزل البروتينز عن السيتوبلازم، ومن ضمن البروتينز دي انزيم، هي كده بتحمي السيتوبلازم من الاكشن اوف ذيس انزيم، بتمنع او بتفصل الانزيمز دي عن السيتوبلازم. طب ايه كمان؟ البروتين وهي داخله جواها بتعمل لها الاول اول خطوه تعديل انيشال جلايكوزيليشن وتوقف، بعد كده تبعتها لمين؟ لجولجي يكمل التعديل. ده بالنسبه للرفتر. طب نيجي للسموث تايب بقى، اهميته ايه؟ احنا من اول متفقين ان هو فين في الليبت سينسايزنج سيل، يبقى اول وظيفه الليبت على طول هو موجود في الخلايا الكتير اللي بتصنع الليبيد. ليه؟ عشان هو الاورجانيل المسؤول عن تصنيع الليبيد دي. يبقى الليبيد سينثيز دي اول وظيفه من وظائف السموث تايب. طب ايه كمان؟ بيعمل ديتوكسيكيشن اوف توكسيك سبستنسز، اللي هو موجود في الليبر بالذات، الليبر زي ما انتم عارفين معلومات عنه ان هو اهم اورجان في الجسم بيعمل ديتوكسيكيشن، تكسير لكل السموم والمواد الضاره اللي الانسان بياكلها او بياخدها، بتروح للليبر ويبدا يكسرها عشان يحمي الجسم منها. الديتوكسيفيكيشن دي برضو وظيفه من وظائف السموث اندوبلازميك ريتيكولم. الوظيفه الثالثه والاخيره لها انها في المصل، دي مخزن الكالسيوم، يبقى الكالسيوم في المصل بيتخزن جوه السموث اندوبلازميك ريتيكولم، فعشان كده هي ليها دور في المصل كونتراكشن.
الكالسيوم مهم قوي في المسل كونتراكشن. بعدين لما ناخد المسل هنعرفه ان شاء الله بالتفصيل. فالكالسيوم ده بيتخزن جواها في المسل، فعشان كده الوظيفه الثالثه لها في المسل بالذات بقى، دي مش وظيفه خاصه بكل الخلايا، دي وظيفه خاصه بالمسل سيلد بس او المسل فايبرز بس، انها ليها دور في المسل كونتراكشن عن طريق انها ستورينج ذا كالسيوم. يبقى ده الاورجانيل الثاني اللي معانا اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم. ادي دياجرام اهو عشان نفرقهم من بعض. ادي بارلل فلاتند ديستريبيوتد وراف سيرفيس درف اندوبلازميك فايبر، وده سموث سيرفيس وكوميونيكيتنج نارو تيبيولز اهي مدوره ومتشعبه مع بعضها زي الشبكه كده، مش منظمه، مش بارلل زي دي، وسطحها سموث. ذس از ذا سموث سايد. نيجي بعد كده للاورجانيل اللي عليه الدور اللي هو جولجي ابلس. برضه قبل ما في اي استفسار في الاندوبلازميك ريتيكولم يا جماعه، اي سؤال؟ مفهومه؟ تمام. الاورجانيل اللي بعد كده اللي هو جولجي ابريتس. وجولجي ابريتس احنا لسه جايبين سيرته شويه صغننين كده في الاورجانيل اللي فات، هنتكلم بقى عنه بشويه تفاصيل. بنفس الاربع بوينتس اللي بنتكلم عليهم واتفقنا عليهم، ديفينيشن اول حاجه مين هو جولجي؟ هو عباره عن ميمبرس اورجانيل. حلو قوي. ده الجزء الاولاني. بيعمل ايه؟ play an important role in secretory function of the cell. يعني ايه؟ يعني ليه دور مهم جدا في الخلية المفرزة. اي خلية بتفرز بروتين، بتفرز منتج، لازم يبقى عندها جولجي عشان المنتج ده يكون جاهز للشغل ويتغلف ويتعبى ويتظبط. يعني بالضبط كده كأن ده المصنع اللي يحصل فيه بروسيسنج للماتيريال عشان تخرج بره الخلية ك functioning protein. يبقى تاني الديفينيشن بتاع جولجي ايه؟ ميمبرانس اورجانيل. بيعمل ايه؟ سكريتري فانكشن. على طول نفتكرها كده امبورتنت ان سكريتري فانكشن اوف ذا سيل، فعشان كده بلاقيه واضح وكبير بروميننت كبير قوي في السيتوبلازم. فين؟ في الخلايا المصنعه البروتين، بروتين سينثايزنج سيل. الخلايا دي عندها ريبوزومز كتير وعندها رق اندوبلازميك تصنع بروتين، وتصنع البروتين توديه فين؟ تبعته لجولجي يكمل تظبيط وتعديل وقص وتفصيل وصبغه وخياطه وتغليف ويطلعه بصوره حاجه منتج جاهز للاستخدام. ده بالنسبه لي الديفينيشن اوف جولجي ابريتس. باللايت مايكروسكوب بيبان ازاي؟ احنا لسه قايلين ان هو موجود فين؟ في الخلايا السينثايزنج بروتين، صح؟ والخلايا دي احنا لسه مش صغننين قوي. قلنا ان السيتوبلازم بتاعها بيبقى شكله ايه بالاتش اند اي؟ اسيدوفيليك ولا بيتوفيليك؟ قلنا انه بيزوفيليك. اشمعنى؟ عشان مليانه ريبوزوم. طيب السيتوبلازم كله بيزوفيليك وغامق، لونه ازرق غامق عشان مليان ريبوزوم. الجزء بتاع جولجي بقى، جولجي ابريتس نفسه عليه ريبوزوم؟ ما عليهوش. هو عباره عن تبيوز بس ما فيهوش اي ريبوزوم. طب هو بقى نفسه هيتصرخ؟ لا ما يتصرخش. فيبان ازاي بقى بالاتش ان دي؟ خليه فيها السيتوبلازم كله غامق وفي بقعه كده بالحرف، يعني بقعه حته رهتانه لونها فاتح جنب النيوكليوس. الحته دي مكان وجود جولجي. طب انا عرفت منين انها جولجي؟ بعد كده لما صبغوها بالسبيشال ستين سيلفر اتصبغت لون براون نتورك واتاكدوا ان دي جولجي. لكن باللايت اتش اند اي ما بشوفوش، انا ما بصبغوش هو نفسه، لكن استدلينا على وجوده ان كل السيتوبلازم غامق والبقعه دي بقعه رهتانه عشان هو ما عليهوش ريبوزوم. فتمت ايه بقى؟ تمت نيجاتيف جولجي ايمج. يعني ايه؟ نيجاتيف هنا محطوطه ليه؟ عشان انا بالاتش ان دي ما شفتوش بعيني، ما تبغتوش، لكن عرفت ان ده مكانه ان هو ما خدش السبب، فتمت كلمه نيجاتيف او اتسمى نيجاتيف عشان كده. وعباره عن سيل اريا انتيب بسوفيليك سيتوبلازم، سيتوبلازم كله ازرق غامق وحته بقعه بهتانه كده جنب النيوكليوس، دي مكان وجود جولجي غريب. يبقى ده شكله بالاتش ان دي نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني ما بيتكبرش، هو نفسه ما بيتشافش، لكن كل السيتوبلازم غامق وهو يبان كانه حته لونها باهت شويه عشان ما عليهوش ريبوزوم. طب اتاكد ازاي ان ده جولجي بقى؟ نصبغه سبيشال بنين سيلفر ستين. السيلفر ستين دي بتصبغه شكل براون فايتريلر نتورك، بيبان لون شبكه لونها بني الجولجي بس، بقيت السيتوبلازم برضه ما بيتتبعش. الحته بقى اللي كانت بهتانه هنا دي تظهر لونها بني وزي الشبكه، ده جولجي ابريتس باللايت مايكروسكوب. طيب ادي خلايا كتير اهي، ذيس ار بلازما سيلز بتاعت الكونكتيف تيشو، وادي سيتوبلازم اللي بنجيب بالبيزوفيليك معانا كلنا اهو شايفينهم اهو، ده كله سيتوبلازم غامق ازاي؟ بصوا بقى جنب النيوكليوس كده، شوف بنشاور على ايه؟ حته لونها بهتان اهي، حته لونها بهتان شويه وسط سيتوبلازم بيب بيزوفيليك.
فول السيتوبلازم غامق وفي حته كده بقعه بهدانه جنب النيوكليس. مين دي؟ دي نيجاتيف جولجي ايمج، لان هو زي ما اتفقنا لسه ما عليهوش رايبوزوم، فهو ما بيتسبعش، لكن كل السيتوبلازم حواليه مصبوغ بلون ازرق غامق. ده شكله باللايت مايكروسكوب. طيب معلش حضرتك، اتفضل. ايه معلش حضرتك، هو هنا الفيلر ابيثيليوم اللي كان في اللي كان تحت البلازما سيلز، هل ده سيمبل كولومنار سيكريتوري؟ هو هنا مش باين قوي لان هو الباور قليله والخليه كلها مش باين، بس ميبي اه يعني لو فيلر لان هي من سمول انتستين اه يبقى سيمبل كولومنار طبعا. لا بس فيلر خلي بالك مش سيكريتوري، ده ابزورب فيلر من فيلاي. ايه ابزورب؟ معلش اه تمام. اي تمام. الصورة الثانية دي بقى اللي هي سبيشال سيل، ان كل الحاجات اللي لونها بني وجاي الشبكة دي عبارة عن جولجي اباريتس، وبقيت السيتوبلازم ياخد اللون البهتان ده اللي هو ما بيستبغش فيه بقية الاورجانيل، ولكن بيستبغ الجولجي بس وتبان لونه براون. نيجي بقى الالكترون بتاعه شكله ايه. بالالكترون مايكروسكوب جولجي ثلاث اجزاء، ثلاث حتت مع بعض كده اسمهم جولجي اباريتس. الجزء الاولاني اسمه جولجي ستاك اللي هو ده، كل ده اسمه جولجي ستاك، ده كله على بعضه كده اسمه جولجي ستاك، ومعاه اثنين فيتيكلز، فيتيكلز بغنططه شويه اللي هي دي انكمينج فيتيكل جايه من جايه له من بره اللي هي مايكرو، وفي فيتيكلز اكبر شويه وبتبقى الناحيه الثانيه اللي هي سكريتوري فيتيكلز اللي فيها البروتين المعد. يبقى تاني انا عندي كام كومبوننت في جولجي؟ ثلاثه. المكون الاول اسمه جولجي ستاك، المكون الثاني اسمه مايكرو فيزيكال، والثالث اسمه ماكرو فيزيكال. طب ايه مميزات كل جزء منهم؟ اول حاجه الجولجي ستاك ده هو المين بارت، ده هو الجزء الكبير من الجولجي. عباره عن ايه؟ عباره عن 4 ل 10 سكيول. كلمه سكيول معناها بلاتن سفير، يعني ايه؟ يعني كانوا كانهم كوره وده غطاها بايدك كده بقت مبسطه، ده كلمه سكيول. يعني الفرق بين سكيول وسيستيرني، ان السيستيرني او اللي هي بتاعه الراف اندوبلازميك بلاتن سفير يعني انبوبه مبسطه، لكن ده فلاتند سفير. فانا تخيلهم كده كانهم بالظبط اطباق حطيناها فوق بعض، حاجه مبسطه كده زي الطبق ومقوسه شويه، وهم من 4 ل 10 رصيناهم فوق بعض كده كانهم اطباق فوق بعضها. يبقى دي الجولجي ستاك عباره عن ايه تاني؟ 4 ل 10 سكيول مترصصين فوق بعض زي الاطباق كده، ليهم سطحين، سطح اسمه اما بيور او سيس فيت، وده السطح اللي ناحيه المايكرو فيزيكلز الصغيره، والسطح الثاني اسمه ماتيور او ترانس فيت، وده السطح اللي ناحيه الماكرو فيزيكلز او السكريتوري فيزيكلز الكبير. يبقى ده اول مكون هو من جولجي. تاني عباره عن ايه؟ عباره عن من 4 ل 10 سكيول فوق بعض زي الاطباق بالظبط. الاطباق دي ليها سطح فوق وسطح تحت، السطح اللي فوق ده اللي هو الماتيور فيت او سيس فيت. السطح الثاني اسمه ماتيور فيت او ترانس فيت. طب نيجي للفيزيكلز بقى. الفيزيكلز عندي نوعين باسمين يقولوا لي حجمهم ايه؟ واحدة اسمها مايكرو يعني صغيرة، واحدة اسمها ماكرو يعني كبيرة. المايكرو دي صغيرة تبقى موجودة عند انهي فيس منهم؟ منطقيا الاماتيور، عشان هي صغيرة تبقى موجودة عند الاماتيور فيس اللي هو ده. والمايكرو فيزيكلز دي جاية منين؟ جاية من الراف اندوبلازميك ريتيكولم. نرجع كده خطوتين ثلاثة بس، مش احنا لسه قايلين ان الراف اندوبلازميك عليها رايبوزوم، والرايبوزوم دي بتصنع بروتين. البروتين لما يتصنع يروح فين؟ يتحبس جوه الممبرين بتاع الراف اندوبلازميك ويحصل له انيشال جلايكوزيليشن، وبعدين وبعد كده يخرج من الراف اندوبلازميك فيزيكل الصغيره، تتغلب بجزء من الممبرين بتاعها وتقول له اتفضل روح جولجي عشان يكمل الشغل بتاعه عليه. يبقى المايكرو فيزيكل اللي جايه دي جايه من الراف اندوبلازميك ريتيكل، من جواها ايه؟ رو بروتين، بروتين خام لسه ما اتعملش عليه اي تعديلات، جاي لجولجي عشان هو يظبطه ويبدا يعدل فيه. يبقى دي الكومبوننت رقم 2 اسمه ايه؟ مايكرو فيزيكال، يعني ايه؟ حجمها صغير سمول انسايد، موجوده فين؟ عند الاماتيور فيس، جواها ايه؟ رو بروتين كامينج فروم راف اندوبلازميك ريتيكولم. طب نيجي للثانيه بقى اسمها ايه؟ ماكرو فيزيكال يعني كبيره في الحجم، موجوده عند انهي ناحيه؟ عند الماتيور فيس، هي كبيره فموجوده عند السيرفيس الماتيور. طيب جواها ايه؟ دي بقى طالعه من جولجي نفسه، يعني هي دي هتدخل هنا وتصب محتوياتها دي جوه السكيولز هنا، ويبدا يتحرك من واحده لواحده لواحده، ويتعدل جوه هنا في انزيمز واكشن كتير يشتغلوا عليه، انزيمز تشتغل عليه لغايه اما يخرج الناحيه الثانيه زي دي كده، اهي خارجه من الجولجي نفسه اهو، وبعدين تنفصل وتبقى دي سكريتي بيز. يبقى دي جايه منين؟ من جولجي نفسه. جواها ايه بقى؟ جواها موديفايد بروتين. يعني ايه موديفايد؟ يعني معدل.
يعني بروتين خلاص جاهز انه يخرج برا الخليه ويشتغل ويبقى فانكشنال بروتين. الموديفايد بروتين ده عنده سكه من اثنين ما لهمش تاني، يا يروح للسائله ده يروح عند فتح الخليه والخلايا تطلعه بالاكسوسايتوزس ويبقى اسمه سكريتوري برودكت زي اي برودكت الخليه بتفرزه، اي هرمون مثلا زي الانسولين زي الجروث هرمون اي هرمون بيطلع من الخليه ده كده سكريتوري برودكت هيخرج بره الخليه خالص. ده اول فيل. الفيل الثاني ان هو ما يخرجش، ان هو يفضل جوه الخليه ويبقى اللي جواه ده مش هرمون ولا اي بروتين، اللي جواه ده انزيمز هيدروليتيك انزيم، وفي الوقت ده يتحول اسمها من ماكروبازيكل الى لايزوزوم. يبقى اذا مصدر اللايزوزوم في الخليه مين؟ بولجي أبريت هي اللي بتصنع اللايزوزوم، او مش هي لوحدها يعني، هي بالاستعانه طبعا بالرايبوزوم لان هو اللي بيكون البروتين، لكن مين اللي بيخرج اللايزوزوم دي في السيتوبلازم؟ هي عباره عن ماكروبازيكل من جولجي جواها هيدروليتيك انزيم. يبقى ده بالنسبه لمكونات جولجي بالالكترومايكروسكوب. يبقى تاني بسرعه عباره عن ثلاث حاجات، جولجي ستاك من 4 ل 10 فاكيولز او اطباق فوق بعض، ليها اماتيور فيس وماتيور فيس. المايكروبازيكل دي الصغيره موجوده عند الاماتيور جواها رو بروتين بين الاندوبلازميك ريتيكولم. الناحيه الثانيه ماكروبازيكل كبيره عند الماتيور فيس جواها موديفايد بروتين، ودي حاجه من الاثنين، بتفضل في الخليه ويبقى اسمها لايزوزوم، بتطلع بره الخليه ويبقى منتج اسمه سكريتري بروتين او اي هرمون او حاجه خليه بتفرز. ايه وظايف جولجي بقى من اللي احنا قلناه ده كله؟ موديفايد، كونسنتريت، اجريجيت، باكج، كل دي تعديلات بتحصل على البروتين جوه جولجي ابريت. هو بيعدل يخليه يركز يعني يقص منه حتت، اجريجيشن هيعزله لانه هو محوط بالمبرين، كل الجورني دي البروتين محبوس في المبرين، باكينج يغلفه التغليف النهائي يعني عشان يخليه يروح المكان اللي هيشتغل فيه سواء كده او كده. سورتنج اوت، تصنيف، يعني ايه؟ يعني هو يصنف السكريتري بروتين بتيجي الناحيه دي وتروح السمبرين، اللايزوزوم الانزيم تيجي الناحيه دي وتكوني لايزوزوم ويطلع في لايزوزوم، يبقى ده تصنيف البروتينز اللي جايه له، يبدا يقسمها ده هيروح فين وده هيروح فين. اند ريجليت ذير ديستريبيوشن اللي انا لسه قايل عليه ده، ان في منهم يفضل لايزوزوم وفي منهم يروح عند السمبرين ويبقى سكريتري بروتين. ثالث حاجه منتين انتجريتي اوف سمبرين، يعني ايه الكلمه دي؟ السيل ممبرين طول اليوم قاعد يحصل اكسوسايتوزس واندوسايتوزس، اكسوسايتوزس واندوسايتوزس. اكسوسايتوزس معناها ايه؟ معناها ان في منتج هيخرج بره اللي هو زي الجولجي زي السكريتري بروتينز ده متغلفه بالممبرين، لما تخرج المنتج اللي جواها بره الممبرين ده يتضاف كجزء من الممبرين بتاع السيل ممبرين، فدايما دايما يحافظ على ان الممبرين يفضل سليم وقوي وشغال ما يحصلش فيه اي ضعف، لان كل شويه يحصل ماكروبازيكل تروح تلحم مع السيل ممبرين تطلع البرودكت اللي جواها براها والجزء الممبرين بتاعها يتضاف للممبرين، يتضاف للسيل ممبرين بتاع الخليه. فعشان كده هي من تاني انتجريتي، يعني قوام او متانه السيل ممبرين يفضل سليم وما يحصلوش اي مشكله او ما يجيش وقته من كتر مثلا ما الخليه بتعمل اندوسايتوزس، الحاجات اللي بتدخل بتاخد حته من الممبرين وهي داخله وتدخل بالممبرين. اندوسايتوزس اندوسايتوزس ممكن مثلا الممبرين يجي في وقت يخلص، فطبعا ما ينفعش. فدايما دايما بيتضاف من جوه ممبرين من السكريتري فيزيكلز دي عشان تحافظ على الممبرين انتجر. يبقى تاني وظيفه الجولجي باختصار ايه؟ اول حاجه موديفيكيشن، ويقع تحتها كل الكلام ده بقى، تعديلات كل البروتين. سورتنج اوت، تصنيفهم الى لايزوزومز وسكريتري برودكت. ثالث حاجه مينتيننج انتجرتي اوف سيل ممبرين، تحافظ على السيل ممبرين وتحافظ على قوامه ان هو يفضل سليم وشغال على طول. الاورجانيل اللي بعد كده هو اللايزوزوم. واللايزوزوم ده اتفضل سؤال؟ ايه معلش. اتفضل. ايه طيب، هو البروتينات بعد ما خلاص خرجت من جولجي ممكن برضو تشارك في بقيه الممبرينز بتاعت الاورجانيلز اللي جوه الخليه؟ بما ان الاورجانيلز الثانيه الممبرين بتاعها هو السيل ممبرين؟ لا، ليه بقى؟ لان الاورجانيل ده خارج رايح فين؟ السكريتي فيزيكال دي رايحه فين؟ رايحه حاجه من الاثنين دول، ملهاش سكه ثالثه. يا جواها بروتين هيخرج بره زي هرمون او انزيم، فلازم تمشي لغايه ما توصل للسيل ميمبرين وتطلعه بره، يا اما جواها لايزوزوم الانزيم فتكوني لايزوزوم، ملهاش سكه ثالثه. مش هينفع تشارك في بقيه الاورجانيل لان مش هينفع تروح لهم اصلا، فاهمني؟ تمام. يعني الميمبرين ده كل فكرته انه يغلف البروتين بس، هو موجود هنا عشان يفصل البروتين اللي جوه ده عن السيتوبلازم. على حسب بقى ما البروتين ده رايح، الميمبرين رايح معاه،
البروتين ده هيخرج بره، فالممبرين هيروح معاه لغايه بره ويلزق على الممبرين بتاع الخليه. البروتين ده هيفضل جوه لايزوزوم، يبقى هيفضل بحاله بالممبرين بتاعه لايزوزوم ويبقى يكون لايزوزوم، لكن ما ينفعش يشارك في بقيه الاورجانيلز لان هو اصلا مش هيروح لها اساسا. البروتينز اللي جواه ما تسمحش ولا ليها وظيفه مع اي اورجانيل تاني. تمام، شكرا لحضرتك. طب معلش، هو الساكيولز هي برضه هتبقى هي فلات سفير؟ ما كلمة تاكيول معناها ان هي زي كورة بس اتبططت على بعضها، فبقت مبططة كده زي الطبق بالظبط، فلاتن سفير. خلاص تمام، شكرا لحضرتك. تمام، برضه احنا كده قدامنا دقيقتين. طب خلاص، انا برضه هعمل اندنج وهعمل انفايت جديدة على ما اعمل سيفنج للفيديو ده علشان ما ابداش الايزوم واوقف النص. باي، وهعمل لكم ميتنج تاني. لو الجنين اللي معنا بعد كده من الممبرنس جروب ولا لايزوزوم، زي ما احنا متفقين اول بوينت هتبقى الديفينيشن ده ممبرنس ولا نون ممبرنس، ات از ممبرنس اورجانيل. طيب وظيفته ايه؟ في كلمتين، انترا سايتوبلازميك دايجيشن. يعني ايه؟ يعني بالظبط كده زي ما احنا عندنا معده بتهضم الاكل، الخليه عندها معده بتهضم الكومبوننتس اللي بتجيلها او النيوترينتس اللي بتجيلها اللي هي اللايزوزوم. يبقى هو شغلانته في الخليه ايه؟ ان هو كونتين اسيد هيدروليز. كلمه ليز دي لما الاقيها في الاخر معناها ان ده انزيم. يبقى هيدروليز دي مجموعه من الانزيمات بتكسر النيوترينتس اللي الخليه بتاخدها الى سيمبلست فورم، الابسط صوره ممكنه، والخليه تقدر تستخدمها. وكمان بيكسر اي فورين بودي بيحاول يهاجم الخليه برضه ويخلص الخليه منه. يبقى ثاني لايزوزوم عباره عن ايه؟ ممبرنس اورجانيل كونتين اسيد هيدروليز. اهميتها ايه الهيدروليز دي؟ انترا سايتوبلازميك دايجيشن. ساعات بيسموها سويسايد باجز او شنط او حقائب الانتحار. ليه؟ لان لو حصل ليك او اللايزوزوم انزيم اللي جواها دي خرجت السيتوبلازم هتموت الخليه كلها. عشان كده تعتبر كان الخليه بتنتحر بالظبط يعني. وده فكره البوست مورتم اوتوليسيس، التحلل ما بعد الوفاه. الجسم بيتحلل ازاي بعد الوفاه؟ بالاكشن اوف بكتيريا. ده دي بوينت. والبوينت الثانيه ان بيحصل ليك للانزيمز اللي جوه اللايزوم دي بتخرج، بتخرج من الممبرين اللي هو بيحوطها ده، وتبدا تكسر الخليه نفسها وتموتها وتحللها، فيحصل تحلل لكل الجسم بعد الوفاه نتيجه الاكشن اوف ذيس انزيمز. طيب برضه زي ما احنا قلنا في الميتوكوندريا كانت نيومرال في الاكتف سيلز. بالعقل كده اللايزوم تبقى نيومرال فين؟ في الفاجوتيك سيلز. احنا جه خدنا الفاجوتيك سيلز لما اتكلمنا عن الماكروفاج والكونكتيف تيشو. دي خليه شغلانتها في الحياه انها كل حاجه بتقابلها بتاكلها، اي حاجه بتقابلها بتاكلها، اي حاجه ايا كانت بتاكلها وتكسرها. عشان تكسرها يبقى محتاجه المساعد بتاعها جواها اللي هو اللايزوزوم بعدد كبير عشان يساعدها في تكسير الفورين ماتيريالز او البيت سيلز او اي حاجه هي بتاكلها. الفاجوتيك سيلز دي تبقى من اكثر الخلايا اللي مليانه لايزوزوم. يبقى ده اول بوينت في اللايزوزوم. ثاني ممبرنس اورجانيل بيعمل ايه؟ دايجيشن، انترا سايتوبلازميك دايجيشن عن طريق وجود انزيمز جواه. اللايف مايكروسكوب بيبان ازاي؟ اتش ان دي نقطتين خالص ما بتصبغش، وصغير ما بيبانش، يعني لا هو بيتصبغ ولا حجمه يسمح ان هو يبان، بيبقى حاجه صغننه قوي. طب هيستوكيميكالي بقى اقدر اصبغه؟ يس. ليه؟ لان في انزيم خاص بيه مش موجود في اورجانيلز ثانيه اسمه اسيد فوسفاتيز. الاسيد فوسفاتيز ده انزيم سبيسيفيك وكاركترستيك من كل الانزيمات اللي جوه اللايزوزوم، هو ده بالذات اكتر واحد سبيسيفيك اللايزوزوم موجود فيه. فلو انا قدرت برضو ان انا اعمل رياكشن واحط معاه صبغه والرياكشن لما يحصل يديني اللون، فاذا انا برضو استدليت وصبغت اندايركتلي صبغت اللايزوزوم. يبقى هنا هيستوكيميكال ثاني مره نشوفها اهي. شفناها اول مره فين؟ في الميتوكوندريا، وصبغت بتغسيل الديهايدروجينيز انزيم او كشفت عنه يعني. شفناها ثاني مره في اللايزوزوم، دورت على مين؟ على اسيد فوسفاتيز انزيم. يبقى ده باللايت مايكروسكوب اللايزوزوم ما بتتشافش اتش ان دي خالص، لكن اقدر ان انا اصبغها هيستوكيميكالي بمين؟ بان انا ادور واكشف عن الاسيد فوسفاتيز اكتيفيتي. طب الالكترون بقى، الالكترون عندي منها تو تايب، والتو تايب اهم فرق بينهم اشتغل ولا ما اشتغلش. اللايزوزوم ده اشتغل وعمل وظيفه وبدا يكسر حاجه ولا لا خالص؟ فلو هو لسه فريشلي فورمد لايزوزوم، يعني لسه واحد جديد كده طازه وصغنن لسه طالع جديد من الجولجي اباريتس، ده اسمه برايمري لايزوزوم. ما اشتغلش ولا عمل حاجه خالص، كله عباره عن فيزيكال وجواها انزيم بس.
لو بدأ يشتغل ويكسر حاجة تانية وبدأ يعني يعمل digestion يتحول من primary يبقى اسمه ايه؟ اسمه second. طيب ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ اول حاجة فرق في الحجم، هل الاثنين قد بعض؟ لا، بالعقل برضو مش هيبقوا قد بعض. اللي لسه صغنن وطالع جديد ده small، لما يبدأ يبلع حاجة تانية يكبر في الحجم شوية عشان هو اتضاف عليه حاجة يبقى larger inside. يبقى الفرق بينهم في الحجم ان البرايمري is smaller than the secondary، ده small inside ده larger inside. طب ايه تاني الفرق؟ القلب من جوه الكونتنت، الكور، الكور يعني الانسايد دي بيبيكال جواه في ايه. البرايمري مفيش جواه غير انزيمز بس، احنا ايه مسالين كده، مفيش جواه غير الهيدروليتيك انزيمز بس. فبيبان في الالكترومايكروسكوب هوموجينس الكترون باند، هوموجينس معناها متجانس يعني كله نفس درجه اللون بالظبط، يعني كله الكترون دنس يعني لونه غامق ما هوش ابيض، اخد درجه جراي غامق، لكن الجراي ده متوزع على اللايزوم كله بالتساوي، مفيش حته اغمق من حته. يبقى كلمه هوموجينس معناها متجانس او كلهم زي بعض. طيب الثاني بقى، الثاني ده بلع حاجه يعني بدا يشتغل على حاجه، في حاجه دخلته حاجه غريبه مش بتاعته، مش انزيم، دي اورجانيل او اورجانيزم او اي حاجه دخلت جواه عشان يبدا يكسرها. فبالعقل كده طالما دخل جواه حاجه غريبه يبقى برضه محافظ على ان كله لون واحد؟ طبعا لا، لان في ماده غريبه اتضافت جوه اليومن او جوه الكور بتاعه بقى هيتروجينس. يعني ايه هيتروجينس؟ يعني غير متجانس، عكس هوموجينس يعني في حته اغمق من حته وحته افتح من حته، ما هوش كله بنفس درجه اللون ده. ليه؟ عشان هو بقى جواه حاجه جديده، حاجه هيكسرها ويشتغل عليها ما كانتش موجوده فيه اصلا قبل كده. اهي بقى الحته اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها في الفرق الاولاني خالص، ان هو الوظيفه ده لسه جديد ما اشتغلش، not engaged، ما اشتغلش ولا عمل حاجه في الانتروسيتوبلازميك دايجيشن خالص. اول ما يبدا يشتغل ده engaged انتروسيتوبلازميك دايجيشن ويبدا يكسر حاجه ثانيه يتحول من برايمري الى سكندري. يبقى اذا الخلاصه ان السكندري ده كان برايمري لكن بدا يشتغل، هما الاثنين كانوا حاجه واحده، كانوا برايمري الاول. اول ما البرايمري ده يبدا يشتغل على حاجه ويكسرها ويحللها يتحول من برايمري الى سكندري. يبقى ثاني انواعه بالالكترون بتبان ايه؟ عندي نوعين، نوع اصغر شويه في الحجم اللي هو هوموجينس كور يعني لونه كله زي بعضه الكترون دنس متجانس وما اشتغلش لسه خالص، ده اسمه برايمري. لو النوع ده بدا يفيوز يتحد مع حاجه ثانيه يبدا يكسرها ويشتغل عليها هيبقى اكبر في الحجم، هيبقى هيتروجينس مش لون واحد، وبدا يشتغل اسميه سكندري. السكندري ده بقى مش نوع واحد برضه، اكوردنج هو اشتغل على ايه هقسم السكندري النوعين. يبقى في عندي سكندري اسمه زيتير ولايزوزوم، وسكندري تاني اسمه اوتوفاجوزوم. طب الفرق بينهم ايه؟ الاثنين سكندري، يبقى الاثنين اشتغلوا وبداوا يكسروا حاجه وبقوا ليهم هيتروجينس كوب. اكوردنج للحاجه دي بقى هو لحم مع ايه؟ اتحد مع ايه وهيكسره؟ لو اتحد مع فورين بادي فاجوزوم يعني حاجه دخلت الخليه من بره مش بتاعتها، كانت نيوترينس، كانت فورين بودي بكتيريا، ايا كانت، المهم انها حاجه فورين مش بتاعت الخليه اصلا، مش من مكوناتها، جايه لها من بره، وهو بدا يشتغل عليها ويكسرها، ده اسمه هيتيرو لايزوزوم. يبقى الهيتيرو ده من هيتروجينس دي معناها ايه؟ ان هو دخلوا حاجه غريبه، اتحد مع حاجه غريبه مش بتاعت الخليه ولا جزء منها. طب هنا بقى ده اتحد مع حته من الخليه نفسها. يعني ايه؟ يعني فيوز ويز ديد او نون فانكشننج اورجانيل. هو ده بيحصل؟ اه بيحصل. اي اورجانيل ما عادش ليه نفس النشاط وبدا يشتغل بنفس القوه بتاعته الخلايا بتخلص منه على طول، ما بتركنش جواها ايادي بطاله ولا ايادي عاطله. يعني لازم الاورجانيل يبقى فولي اكتف، اول ما يبدا يبقى ان اكتف وليزي وما بيشتغلش تخلص منه وتجيب غيره. تمام؟ تخلص منه ازاي بقى؟ هيتحوش جواها؟ لا، اللايزوزوم بيتحد معاه ايا يعني كان الاورجانيل بقى ويبدا يكسره ويخلص منه ويبص، يعني ياخد ابسط يكسر له ابسط صوره ممكنه اللي ينفع الخلايا تستخدمه تاني، يعني تعمل له ريسايكلينج والباقي يرمي بره. يبقى اذا انا عندي كام نوع من السكندري؟ نوعين، هيتيرو لايزوزوم واوتو فاجوزوم. الهيتيرو اتحد مع ايه؟ جسم غريب فاجوزوم. الاوتو اتحد مع ايه؟ جزء من الخليه، عشان كده اتسمى اوتو. كلمه اوتو دي او المقطع ده معناه ايه؟ معناه سيلف يعني فاعل، يعني جزء من الخليه، هو كان جزء من الخليه نفسها. يعني هو اتحد مع اورجانيل ولكن الاورجانيل ده بايظ ما عادش له لازمه ما عادش بيشتغل. طيب الخيط بتاع ده او ده بيحصل له ايه؟ الاثنين جواهم انزيم تعمل ايه؟ تتكسر وتبدا تشتغل وتعمل دايجيشن للماده اللي اتحدت معاها سواء كانت ماده غريبه او اورجانيل، وتعمل ايه؟ تكسرها لابسط صوره ممكنه، ابسط ماتيريالز فيها وابسط مكونات.
فالمكونات دي حاجه من الاثنين، يعني المكونات دي ممكن تبقى امينو اسيدز، ممكن تبقى فاتي اسيدز، ممكن تبقى اي حاجه الخليه تستمتع بيها زي نيوترينتس يعني، فتبدا تعمل لها ريموجن او ريسايكلينج، تستخدمها تاني، تخرج السيتوبلازم والخليه ترجع تستخدمها تاني وتنتفع بيها. طب والباقي بقى اللي هو ويست وما عادش له اي لازمه خالص، الخليه مش عارفه تستخدمها تستمتع بيه، اسميه ريزيدوال بادي. والريزيدوال بادي ده في الاغلب بيبقى اكسبلد اوت اوف ذا سيل، يعني خلاص تاخده بره اكسوسايتوز وترميه بره في الشارع. يبقى السيت بتاع الاثنين ده او ده، لو خسر الماتيريال اللي جواه سواء كانت كتير ولا فاجو زوم او اورجانيل، هيطلع حاجتين، جزء ناسع الخليه ترجع تستخدمه تاني، وجزء ضار او ملوش لازمه او الخليه مش محتاجاه ترميه بره از ريزيدوال بودي. طيب في كومنت كده او نوت في الاخر نحب نعرفها، بس ايه هي؟ ان في بعض الخلايا اللونج لايف، يعني الخلايا اللي بتعيش كتير، بتعيش كتير زي الهارت سيلز والنيرف سيلز، الخلايا دي من كتر ما بتشتغل ميتابوليزم ممكن يتحوش جواها بيجمنت بنسميها ويرنتير، ده ان هو من كتر الشغل يعني عشان هي عايشه فتره طويله، فبيتحوش جواها بعض من الريزيدوال بودز دي، ما تبقاش اكسبند اوت وتديني صوره او بتديني شكل بيجمنت اسمها لايكوبروتين بيجمنت، دي بتتحوش جوه الخلايا اللونج لاين وتظهر في تحت الميكروسكوب صبغة لونها بني جوه الخلايا دي من غير صبغة، انا ما طرحتهاش، هي ملونه، هي لوحدها كده ملونه، دي بسميها لايكوبروتين بيجمنت. طب دي ما بشوفهاش في بقيه الخلايا ليه؟ لان الخلايا اللي ما بتعيش فتره طويله مش هتلحق تحوشها اصلا، الخليه نفسها ما تشتغل شويه هتروح تموت ويطلع خلايا غيرها جديده، ما بتتحوش جواها، لكن تتحوش امتى؟ في الخلايا اللونج لايف وممكن اشوفها فيها. فلو لقيتها بكميه كبيره في خليه بدي نوتنج ايه؟ تديك انطباع ايه؟ ان الخليه دي عمرها طويل، قعدت فتره طويله واشتغلت لفتره طويله برضه. ده يبقى ده بس مجرد هنتنج، لو شفناها في صوره من الصور يبقى عارفين ايه هي اللايكوبروتين بيجمنت. دي بيجمنت بتطلع من نتيجه الميتابوليزم الكتير في الخليه ونتيجه التكسير اللي بيحصل من اللايزوم للمواد جواها وتتحوش في الخلايا اللونج لايف دي بس. ده بالنسبه للايزوزوم. كلينيكالي في حته ابلكيشن على اللايزوزوم محتاجين نعرفها، لان دي هتقابلنا بعدين ان شاء الله لما نبدا ناخد او نروح الكلينيكال بارت، ان لو حصل اي عجز في اي انزيم من الانزيمات اللي جوه اللايزوزوم دي، كل انزيم من اللايزوزوم الانزيم ليه حاجه بيكسرها. يعني لو في بروتيز يبقى خاص بتكسير البروتين، لو في لايباز يبقى خاص بتكسير الليبيد ان سو. فلو حصل ديفيشنسي في اي انزيم من الانزيمات دي هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه ان الماده اللي الانزيم ده بيشتغل عليها ما عادش بتتكسر، فالخليه مش عارفه تخلص منها، فتفضل تتحوش جوه الخليه، تتحوش جوه الخليه، تتحوش جوه الخليه لغايه اما توصل بكميه الخليه ما عادتش قادره تستحملها، لدرجه انها انترفيرنج مع السيلولر فانكشن، يعني ما عادش عارفه تشتغل الخليه بالاورجانيزم وبالماشينرز اللي جواها او المصنع اللي جواها ده، ما عادش عارف يشتغل لان المكان بقى مليان بماده هو مش عارف يخلص منها، الانزيم اللي بيكسرها مش موجود، والخليه بقيه المكونات بتاعتها مش عارفه تتعامل معاه. فدي بنسميها او بتسبب مجموعه من الامراض اسمها لايزوزومال ستورج ديزيز. اسمها ستورج ليه؟ عشان سببها هو تحويش حاجه جوه الخليه، تحوشت نتيجه ان الانزيم اللي بيكسرها مش موجود. فدي كلينيكالي مجموعه من الانزيمز هتاخدوها ان شاء الله بعدين، سوري مجموعه من الديزيز اقصد هتطرقوا لها بعدين، بس نعرف بس من دلوقتي ان سببها ايه. الانزيمز مجموعه الامراض دي الديفيشنسي في اللونج انزايم، الانزيمات الصغننه اللي موجوده في بذره الصغننه جدا لو اورجانيل صغنن ده ممكن تعمل لي امراض جوه الخليه زي الجوشرز ديزيز، ده واحد من اللايزوزومال ستورج ديزيز. تمام، ده بالنسبه لي كلينيكال هنت او كلينيكال ابلكيشن للايزوزوم. الاورجانيل الاخير معانا من المجموعه المندرس اللي هو التيروكسيزوم، وافتكروا دايما ان التيروكسيزوم ده توأم اللايزوزوم، يعني ايه؟ يعني شبهه قوي، يعني الاثنين شبه بعض جدا، شبه بعض في اسبكت كتير. اول حاجه ان هو ممبرس اورجانيل، ماشي عرفناها دي. ايه نقطه الشبه الاولى؟ ان هو كمان في انزايم، يبقى انا عندي دلوقتي لغايه دلوقتي تو اورجانيل المين كومبوننت فيهم انزايم، اللايزوزوم والبيروكسيزوم. ده في هيدروليتيك انزايم اللي هو اللايزوزوم، لكن البيروكسيزوم بقى ما فيهوش هيدروليتيك، في اوكسيديز، مجموعه من الانزايمز المؤكسده اللي بتعمل ايه؟ اللي بتجمع H2O2، وده الخليه بتحتاجه في بعض الميتابوليك اكتيفيتيز، او بتحتاجه لو حصل بكتيريال انفيجن ان هي ال H2O2 ده بيكسر البكتيريا. وبعد كده ال H2O2 نفسه لما بيتكون في الخليه وهو برده منتج من المنتجات بتاعه الميتابوليت، لو فضل في الخليه لفتره طويله هو نفسه ممكن يكسر الخليه. فتعمل ايه؟ يا فيها انزيمز ثانيه اسمها كاتاليزس،
خلاص الاول ماشي. إيه بقول انه فيها انزيمز ثانيه اسمها كاتاليز. الكاتاليز ده بيعمل ايه؟ بيكسر الاتش تو او، بيخلي الاتش تو او ده يعمل وظيفته او شغلانته بس، واول ما يخلص تكسره وتخرج منه وتحوله لميه واكسجين، فكده هي حامت الخليه من الهارمفول افكت بتاعه. يبقى ده بالنسبه للبيروكسيدون ديفينيشن، عباره عن ايه؟ ممبرس اورجانيل في اوكسيديز بتصنع اتش تو او لو الخليه محتاجاه، او بتكسر الاتش تو او لو هو خلص وظيفته عن طريق وجود الكاتاليز انزيم متحوله لميه واكسجين. طيب باللايت مايكروسكوب بيبان ازاي؟ اتش اند اي نصي. يبقى دي النقطه الثانيه المشتركه اهي، زي ما احنا قلنا في اللايزوم نصي، البيروكسيدون كمان نصي، ما بيتشافش بالاتش اند اي. طب هي الكيميكال ادور على ايه؟ مين الانزيم السبيسيفيك اللي فيه خاص بيه هو لوحده؟ الكاتاليز انزيم. يبقى خلي بالكم لغايه دلوقتي احنا جبنا سيره الكيميكال في ثلاثه اورجانيل، فلازم نعرف كل اورجانيل والانزيم بتاعه اسمه ايه. اللي يخص الميتوكوندريا توكسين، اللايزوزوم اسيد فوسفاتيز، البيروكسيدون كاتاليز. تمام. يبقى ده بالنسبه لي البيروكسيدون باللايت مايكروسكوب. طب بالالكترون مايكروسكوب، بالالكترون مايكروسكوب بيبان في صوره ممبرس ميديكال وجواها هوموجينوس الكترون دنس كور. يبقى ده يفكرنا بمين؟ مين اللي احنا شايفينه من شويه كان بنفس الوصف ده؟ برايمري لايزوزوم. ده هو شكله، شكل البرايمري لايزوزوم، ممبرين بره وانزيمز جوه، انزيمز بس مش في حاجه ثانيه، عشان كده شكله هوموجينوس كور. الكترون دنس جرانيولر يعني محدد بس، لكن هو كله بدرجه لون واحده ومفيش فيه اي درجات الوان جواه، يبقى زيه زي البرايمري بالظبط. لكن ده فين؟ في الهيومن. ده اذا في الهيومن الالكترون مايكروسكوب ما اعرفش افرق بيه برايمري لايزوزوم من بيروكسيدون، ما اعرفهمش من بعض لان الاثنين زي بعض بالظبط الشكل. ولكن في الرودنت اللي هي في القوارض، الرودنت دول دي حيوانات البيروكسيدون فيها مختلف شويه في التركيبه عن الهيومن. في ايه بقى؟ ان هو في انزيم موجود عندهم مش موجود عندنا اسمه يوريكيز. اليوريكيز ده بيظهر جوه البيروكسيزوم في صورة الكترون دنس ماس، كتلة كده لونها اسود. جدا بيظهر في صورة كتلة لونها اسود الكترون دنس ماس جوه البيروكسيزوم، بيسموها نيوكليويد. ليه؟ نيوكليويد دي اويد معناها شديد، يعني هو اللي بيشوف المنظر ده ممكن يفكر ان هي خلية وجواها نيوكليس، لكن هو طبعا ده بيروكسيزوم وجواه نيوكليويد. يبقى ده بس الحته الفرق بينه او اللي تميزه في الرودنس، لكن في الهيومن ما عندوش النيوكليويد ده، ما عندناش اليوريكيز انزيم اصلا. فما بيظهرش عندنا غير ان هو هوموجينس الكترون دنس، وعشان كده قلت لكم ما بنفرقوش عن البرايمري لايزوزوم بالالكترون مايكروسكوب. افرقه بقى بايه؟ بالهيستوكيمستري، ان انا ادور على الانزيم واخصص ده في مين وده في مين، لكن الاي ام ما بفرقهمش من بعض. وظيفه البيروكسيزوم ايه؟ البيروكسيزوم اول حاجه ان هو سيجريجيتنج الاتش 2 او 2. الاتش 2 او 2 ده بيطلع نتيجه من الميتابوليزم بتاعت الفاتي اسيد. فاتي اسيد اوكسيديشن دي بتحصل جواه، دي برضه وظيفه ثانيه هنا هقولها، ان بيحصل اوكسيديشن الفاتي اسيد جوه البيروكسيزوم. لما بيحصل لها اوكسيديشن بيطلع منها اتش 2 او 2. فالاتش 2 او 2 زي ما انا لسه قايله لكم لو موجود وفضل في الخليه شويه هيكسر. فهي بتكسره عن طريق وجود الكاتاليز انزيم وتحوله لميه واكسجين، فكده هي حامت الخليه من الاتش 2 او 2 افكت او الهارمفول افكت بتاعه. يبقى تاني حاجة اللي هو في وظيفته اللي بالميتابوليزم، ان هو في انزيم الاوكسيديز دول بيعملوا اوكسيديشن للفاتي اسيد، نيملي اللونج تشين فاتي اسيد، ودول المصدر بتوع الاتش 2 او 2 اللي بيطلع جواه. ثالث حاجة ان هو موجود منها البيوكسيدومز اللي في الليفر، ليها دور مهم انها بتعمل بايل اسيد فورميشن، اللي هي الجزء من المركبات اللي موجودة في العنصرة الصفراوية اللي هي البايل، جزء منها هو البايل اسيد، والبايل اسيد دي بتتكون من او بتتكون عن طريق البيوكسيدومز اللي موجودة فيه. ده بالنسبه للبيروكسيدون. كده انا يعتبر خلصت ال تمام. لو في اي سؤال فيها. طيب معلش حضرتك، هو الفاتي اسيد اوكسيديشن بيحصل عن طريق كاتاليز انزيم؟ ثاني كده معلش. فاتي اسيد اوكسيديشن بيحصل عن طريق الانزيم كاتاليز؟ الاوكسيديزس مش الكاتاليز، الكاتاليز بيكسر الاتش 2 او 2 ويحوله لميه واكسجين، لكن الكاتاليز الاوكسيديزس مجموعه من الانزيمات المؤكسده هي اللي بتعمل فاتي اسيد اوكسيديشن. تمام. كاتاليز اوكسيديزس تاني حضرتك بتقولي كاتاليز اوكسيديزس؟ لا، احنا عندنا مجموعتين من الانزيمز جوه البيروكسيزوم،
عندنا الاوكسيديزس دي مجموعه اللي هي الانزيمات المؤكسده دي اللي بتعمل الاوكسيديشن الفاتي اسيدز. المجموعه الثانيه او الانزيم الثاني بقى مش مجموعه اللي هو الكاتاليز، والكاتاليز ده هو اللي بيكسر ال H2O2 ويحوله لميه واكسجين بعد ما يحصل H2O2 فورميشن من الاوكسيديشن. يعني دول كانهم كده خطوتين، الاوكسيديزس تشتغل الخطوه الاولى انها تعمل ايه، تعمل اوكسيديشن فاتي اسيدز. الاوكسيديشن فاتي اسيدز بينتج عنها في الاخر بعد الميتابوليزم والتكسير ده ينتج عنها ايه، ينتج عنها H2O2 غصب عننا. الخليه بيطلع كبرودكت كمنتج من او يعني كحاجه نهائيه بعد الاوكسيديشن. يبقى يجي الدور لمين؟ الدور المجموعات الانزيم المجموعه الثانيه اللي هو الكاتاليز. الكاتاليز بيكسر H2O2 ويحوله لميه واكسجين. تمام. طيب تمام، شكرا شكرا لحضرتك. طيب البيجمنتس كلهم لونها براون، يعني هم اصلا لونهم براون ولا هم دول خلقه ربنا؟ يعني هم لونهم كده ملونين لوحدهم من غير انا مصبغهم. تمام حضرتك. طيب هل السكندري لايسوم سفيريكال برضو ولا برايمري بس؟ الاثنين سفيريكال، الاثنين سفيريكال بس الفرق في الحجم ان ده اكبر شويه في الحجم، لكن الاثنين مدورين والاثنين ممبرس اورجانيز. تمام شكرا لحضرتك. تمام، في اي سؤال تاني يا شباب بخصوص الجزء ده؟ يعني دي كده بالنسبه لنا تعتبر المحاضره الاولى والثانيه اللي هم الممبرس اورجانيز. المفروض ان احنا كده بقى لنا الكونكتيف تيشو. رايكم نكمل دلوقتي اوكي ولا نخليها سيتنج تانية؟ ما بقاش الكم يعني كبير عليكم قوي. ها فوتنج كده للجروب كلهم، نكمل كونكتيف تيشو دلوقتي كمان؟ ماشي ماشي عادي. تمام نكمل ماشي يعني خلاص اذا كده كده مجمعين اوكي. طيب بسم الله. تمام بالنسبه للكونكتيف تيشو بقى دكتور بعد اذنك اتفضلي. هو ممكن 5 دقايق نروح نصلي ونيجي وكده قبل ما تبداي؟ خلاص يا حبيبتي ماشي ماشي يا شباب، احنا ممكن نوقف 5 دقايق يعني دلوقتي الا ربع، خلاص خلينا 4. نصلي ونرجع ان شاء الله الساعه 4 نبدا الكونكتيف تيشو. تمام خلاص ان شاء الله. ماشي يا جماعة، السلام عليكم. طيب الكونكتيف تيشو ده احنا كده يعني هننطلق بقى من مرحلة سيلز لمرحلة تيشوز. يعني ايه تيشوز؟ يعني انا هتكلم عن مجموعة من السيلز مع بعض. المجموعة لما تشترك مع بعض وتتحد تعمل لي تيشو، نسيج. وجسمي فيه mainly 4 types of tissues، في 4 أنواع من الأنسجة الرئيسية بنسميها 4 basic tissues of the body. اللي هما مين؟ اللي هما الإبيثيليوم والكونكتيف تيشو والمسل والنيرفس تيشو. الأربعة دول مع بعض كده لما نعمل لهم ميكسينج خلطة يبدأوا يكونوا لي أورجنز اللي هي الأعضاء. إحنا اتكلمنا دكتورة إيمان اتكلمت معاكم عن الإبيثيليوم، وأنا بقى إن شاء الله هتكلم معاكم عن تاني بيزك تيشو اللي هو الكونكتيف تيشو. طيب مين هو الكونكتيف تيشو؟ نعرفه بإيه؟ هو اسمه كونكتيف ليه؟ عشان هو كونكتنج ديفرنت تيشوز توجذر. يبقى اسمه جاي من وظيفته أصلا. يبقى هو عباره عن تيشو بيعمل ايه؟ بيعمل سبورتنج تدعيم اند كونكتنج ربط للفاريس تيشوز توجذر والفاريس اورجانز توجذر. يعني هو بيربط التيشوز المختلفه مع بعضها عشان يعمل لي اورجانز، وبيربط الاورجانز مع بعضها كمان عشان يعمل لي سيستمز اللي هي تكون الجهاز على بعض. يبقى الديفينيشن بتاعه جه بس من ترجمه اسمه، واسمه كونكتيف ليه؟ عشان هو بيعمل كونكشن ربط بين الفاريس تيشوز توجذر. ده سيكشن ل السكن، وده ايثيليوم، وده كونكتيف تيشو.
حاطة الصورة دي ليه؟ عشان نعرف منها نستنتج ايه الكاركترز اوف كونكتيف تيشو ان كومباريزون مع الابيثيليوم اللي خدتوه قبل كده. Unlike epithelium يعني هو بيختلف عنه في ايه؟ ان الابيثيليوم لما عرفتوه كان اهم كاركتر له انه هو highly cellular يعني مليان cells formed of closely aggregated cells يعني cells كتيرة قوي وربطة ومسكة مع بعض كويس جدا. فالتيشو ده بيتميز الابيثيليوم ان هو فيه cells كتير، يعني المين كومبوننت فيه كتيشو هو cells. الكونكتيف مش كده بقى، الكونكتيف بيتميز ان هو mainly formed of matrix ومعاه شوية cells وفايبرز. يبقى المين كومبوننت في الكونكتيف تيشو هو ايه؟ هو الاكسترا سيلولار ماتريكس مش السيلز، هو mainly formed of matrix ومعاه مجموعه من السيلز لكن كميتها وعددها مقارنه بالماتريكس اقل. دول التو مين كومبوننتس بتوع الكونكتيف تيشو. لو انا حبيت اقسم الكونكتيف تيشو الجسمي فبلاقي ان انا عندي اربع انواع، في ناس بيقولوا خمسه كمان لو ضافوا الليمف، لكن بيسيكالي هو اربع انواع. اول نوع اللي هو الكونكتيف تيشو بروبر، النوع الثاني اللي هو الكارتليج، النوع الثالث هو البون، والنوع الرابع والاخير هو البلوت. الاربع دول انواع مع بعض كده على بعض بسميهم كونكتيف تيشو وبس، وقف. يبقى دول انواع الكونكتيف تيشو كلها على بعضها، كل واحد من دول از تايب اوف كونكتيف تيشو. موضوعي انا هستريس على مين بقى؟ على ده، اول نوع منهم اللي هو كونكتيف تيشو بروبر. يبقى كل اللي انا هقوله بعد كده تحت عنوان مين؟ كونكتيف تيشو بروبر. الكارتلج والبون والبلوت هندرسهم بعد كده ان شاء الله في محاضرات ثانيه. يبقى اول حاجه هنتكلم عنها ايه؟ components of connective tissue proper. ال connective tissue proper ده شايفة؟ نعم؟ في سؤال؟ الموز عدت من على عينه خدت وش. هلو؟ يا شباب ياريت نقفل المايك لو في سؤال بس نفتحه، لكن لو ما فيش سؤال نقفل المايك. بقول ان انواع ال connective tissue proper عندي زي ما انا لسه قايلة نوعين او يعني مكونين، سوري مش نوعين، مكونات. المكونات اللي هي اللي انا هكون منها الكونكتيف تيشو بروبر، انا عندي منها تو كومبوننتس وانا لسه قايله اساميهم دلوقتي، اللي هو الماتريكس والسيلز. مين الاكتر هنا؟ الماتريكس. الماتريكس هو اللي ليه الابر هاند، هو اللي كميه كبيره. السيلز موجوده، اه طبعا موجوده، ولكن بكميه اصغر او بعدد قليل مقارنه بكميه الماتريكس. طب السيلز عندي بقسمها لايه؟ بقسمها لمجموعتين كبار، في مجموعه اسمها فيكسد جروب ومجموعه اسمها فري جروب. اما الاكسترا سيلولار ماتريكس بقسم برضو لحاجتين، حاجه اسمها فايبرز اللي هي الالياف، وحاجه اسمها جراوند سبستنس شبه الماتريكس اللي احنا قاعدين نقوله كده. يبقى هنا الماتريكس جوه الخليه بيوازي الجراوند ماتيريال بره الخليه، اللي هي الماده اللي هتملى بين الخلايا عشان تعمل لي التيشو. يبقى ده كده ان جنرال مكونات الكونكتيف تيشو بروبر، مجموعه من السيلز وكومبوننتس بتاعت الماتريكس. المجموعه من السيلز فيكسد وفري، والماتريكس عباره عن فايبرز وجراوند سبستنس. طب نيجي لاول حاجه اللي هي السيلز. احنا اتفقنا ان احنا لسه بنقول اهو مقسمين السيلز لمجموعتين، اما فيكسد سيلز واما فري سيلز. فيكسد وفري بناء على ايه؟ بناء على انها تتحرك او ما بتتحركش. فيكسد في الكونكتيف تيشو ما بتخرجش منه، دي الفيكسد جروب. فري تخرج وترجع وتخرج وترجع وتتحرك، دي الفري جروب. الفيكسد انكلودنج مين؟ undifferentiated mesenchymal cell، fibroblast، mast cell، وadipose cell. الأربعة دول كلهم كده بنعتبرهم fixed group. الفري including مين؟ بلازما سيل، ماكروفاج، ووايت بلود سيلز. يبقى دول التلاتة are the free group. هنبدأ بأول مجموعة اللي هي الفيكسد، وإحنا قلنا إنها بتشمل أربع خلايا أهم. مين دول؟ undifferentiated cell، fibroblast، adipose cell، وماست سيل. كل واحدة من الخلايا دول هنغطي فيها برضو أربع نقط، شبه ما إحنا كنا بنقول في الأورجانيلز كده. شكلها إيه؟ ايه النيوكليس بتاعتها فين وشكلها ايه، السيتوبلازم بتاعها الستيننج بتاعه شكلها ايه، واخيرا برضو شورت هنت صغيره قوي وظيفه الخليه دي. يبقى في كل خليه نتاكد عشان نتكلم عنها وغطينا كل النقط بتاعتها، نغطي الاربع نقط دول. شكلها من بره، النيوكليس بتاعتها مواصفاتها ايه، السيتوبلازم بتاعها شكله ستيننج بروبرتي بتاعه ايه، واخيرا الفانكشن. نيجي الاول واحد undifferentiated mesenchymal cell. الخليه دي شكلها ايه؟ اتس برانشد سيل زي ما احنا شايفين في الصوره كده اهي، خليه وليها بروسيسز كتير اهي، دراعات طالعه منها، فعشان كده بنوصفها انها برانشد ليها فروع. تاني حاجه النيوكليس بتاعتها از لارج اند اوفال، كبيره واوفال ان شيب، دي النيوكليس بتاعتها. السيتوبلازم بتاع الاندفرنشيتد موستلي بيزوفيلك، واحنا قلنا من حبه كده في لما كنا بنتكلم عن الرف اندوبلازميك ان السيتوبلازم البيزوفيلك لما اشوفه باللايت
اترجمه بالكترون انه موجود ايه؟ موجود رايبوزومز كتير او رايبوزومز وراف اندوبلازميك كتير، يعني يا ده يا ده. وده بيعتمد على نشاط الخليه، لو الخليه دي بروتين سيكريتوري بتفرز منتج عباره عن بروتين يبقى دي فيها رايبوزومز وراف اندوبلازميك الاثنين. لكن لو الخليه هي ما بتفرزش حاجه، يعني الكومبوننتس اللي جواها تستخدمها هي بس، يبقى جواها رايبوزومز بس مش جواها راف اندوبلازم. الاندفرنشيتد خليه ما بتفرزش حاجه براها، هي عباره عن خليه ستمسل وتقدر بعدين تتطور وتديني خلايا تانية، يعني يحصل لها ديفرنشيشن وتتطور وتتخصص وتديني خلايا تانية غيرها، فهي ما بتفرزش حاجه. فهي بيزوفيليك عشان ايه؟ عشان وجود رايبوزومز كتيره جواها. وظيفتها ايه بقى؟ اهي مادر سيل. يعني ايه مادر سيل؟ يعني اعتبرها كانها خليه ام وتقدر تولد وتدي ولاد كتير بقى، انواع كتير من السيلز. تعرف تدي اديبوسايت فاتسل، تعرف تدي كوندروسايت، تعرف تدي اوستيوبلاست، تعرف تدي ماسل، تعرف تدي نيورونز، تدي انواع كتير قوي من الكونكتد تيشو سيلز ان ديفرنت تايبس، عن طريق انها يحصل لها ديفرنشيشن، تتطور وتتخصص. هي نفسها ان ديفرنشيتد يعني غير متخصص. ده بالنسبه لاول طيب خليه. اتفضل. إيه معلش حضرتك، هل الامثله دي اقولها برضو في فانكشن؟ يعني ممكن ندي مثال او اثنين بس، مش لازم كلهم. انا بس حاطه لك الفكره ان انت تعرف انها فعلا ليها وايد رينج، يعني تقدر تدي انواع كتير من الخلايا. ممكن ندي واحده او اثنين بس منهم، حتى من اللي احنا قلناهم بعدين، يعني الفايبروبلاست مثلا والكوندروسايت والاوستيوبلاست، لما ناخد الكارتليج والبون هيجوا، الفات سيل هناخدها برضو هنا في الكونكت. مثال او اثنين كفايه قوي، مش لازم كل دول. خلاص تمام. تمام، شكرا لحضرتك. تمام. الخليه الثانيه اللي بعد كده معانا هي الفايبروبلاست. والفايبروبلاست هنمشي بنفس الترتيب، اول خطوه شكلها نيوكليس سيتوبلازم وفانكشن. لكن الفايبروبلاست فيها حته زياده لازم نذكرها في الاول قبل ما نوصفها. ايه هي؟ ان دي بتعتبر اشهر كونكتيف تيشو سيل، اكتر خليه موجوده في كل الكونكتيف تيشو تايبس هي الفايبروبلاست. عشان كده بقول في اول حاجه في وصفها ذا موست كومن، اشهر خليه موجوده في الكونكتيف تيشو في كل انواعه تقريبا. يعني تاني حاجه بقى اهم شكلها ايه؟ سبيندل شيبد برانشد سيل. يعني ايه؟ يعني ليها جسم سبيندل اهو وطالع منه بروسيسز بروسيسز بروسيسز، فعشان كده برضو وصفتها بكلمه برانشز زي ما قلت على الاندفرنشيتد سيل. تاني حاجه النيوكليس بتاعتها فين؟ النيوكليس بتاعتها از اوفال فيزيكولار وذ بروميننت نيوكليولس. وتوصيف نيوكليس بالشكل ده على طول على طول يساوي اكتيف نيوكليس. بروميننت نيوكليولس فيزيكولار نيوكليس يعني كميه ايه؟ كروماتين كتيره وهيرو كروماتين قليله، يعني اكتيف جينز كتيره. يبقى على طول دي نيوكليس نشيطه على طول شغاله وبتطلع ماسنجر وبينتج عنه بروتين. يبقى التوصيف ده برضو بتاع نيوكليس لما اشوفه في اي خليه ده دينوتنج ان دي خليه نشيطه وبتنتج بروتينز لان هي عندها ايه؟ كروماتين كتير. السيتوبلازم بتاعها برضو بيزوفيل، بس دي بقى بروتين سيكريتوري ولا مش بروتين سيكريتوري؟ دي بروتين سيكريتوري طبعا. فلازم اقول بقى ان هنا في نيوميرس رايبوزومز وراف اندوبلازميك الاثنين. الاثنين مع بعض موجودين وكميه كبيره، فبيخلوا السيتوبلازم لونه بيزوفيلي. ومعاهم جولجي، طبعا ما ينفعش يشتغلوا كسكريتوري من غير جولجي. جولجي هو اللي في الاخر بيموديفاي وبيعمل باكج، يبقى الاثنين مرتبطين برضو مع بعض. رايبوزوم وراف اندوبلازميك ينتجوا البروتين، جولجي يعدل البروتين ويظبطه ويغلفه ويخرجه كسكريتوري فيزيكلز. يبقى دول كلهم كده برضو مواصفات، كل دول كده على بعض، فيزيكولار نيوكليوس وبرومننت نيوكليولس وسيتوبلازم ريتش ان كل ده. كل دول كده اسميهم مواصفات لخليه بروتين سينثايزر، خليه مفرزه للبروتين. ادي شكل الفايبروبلاست اهو، سبيندل سيل وليها بروسيسز جواها اورجانيلز. ادي النيوكليس بتاعتها اوفال وبرومننت نيوكليولس، يعني شايف النيوكليولس واضحه جواها. والسيتوبلازم فيه مالي اهم اورجانيلز موجوده، بالاضافه لكل الاورجانيلز الباقيه طبعا موجوده، في ميتوكوندريا فيه طبعا، بس البريدومينانت او الكتيره هنا مين؟ راف اندوبلازميك ورايبوزوم ومعاهم برومننت جولجي، يعني جولجي كبير وواضح. ده كله توصيف خليه مفرزه للبروتين او بروتين سيكريتري او بروتين سينثايزنج سيل. وظيفه الفايبروبلاست ايه؟ من كل اللي احنا قاعدين نقوله ده، دي بتفرز بروتين. طب البروتين بتاعها ده بيتعمل بيه ايه؟ بيكون منه ايه؟ اول حاجه بتكون الفايبرز الكونكتيف تيشو فايبرز والجراوند سبستنس بتاع الماتريكس، كل دول بيتصنعوا من الفايبروبلاست. يبقى الفايبروبلاست مسؤول عن انتاج الفايبرز والماتريكس. ثاني حاجه انها بتعمل هيلينج للانجرز، يعني ايه؟ يعني احنا لو لحد لا قدر الله جرح اتعور، الجرح ده بيلم ازاي وبيلتئم ازاي؟ عن طريق ان الفايبروبلاست تبدا تكون ماتريكس وسيلز وفايبرز تملى بيها الفراغ اللي في الجرح لغايه اما يتملي تماما، والايدجز بتوع الجرح الطرفين بتوع
الجرح يتملي ما بينهم، ما عادش فيه فراغ، فكده يحصل هيلينج للوند، يحصل الجرح يحصل له التئام تمام، وده بينتج عنه في الاخر فورميشن اوف سكار تيشو اللي هو الاثر، الاثر اللي بيبقى بعد الجرح ده اسمه سكار تيشو. يبقى الهيلينج اوف انجريز وظيفه مين؟ وظيفه الفايبر بلاست بارت. ثالث حاجه ان في مجموعه من الفايبر بلاست بيحصل لها تعديل موديفايد في ايه؟ انها اكواير مواصفات سموث ماسل، فنسميها مايو فايبرو بلاست. يعني ايه؟ يعني فايبر بلاست شبه المصري مايو، شبهها في ايه؟ انها كان كونتراكت بتقدر تنقبض. فالكان كونتراكت دي اهميتها ايه؟ بتعمل ايه؟ انها برضو في الجروح اللي هي اللي بيحصل لها هيلينج دي، بدل ما تخلي جاب كبيره بين التو ايدجز وبعض تلمها كونتراكت، فتضم الجرح شويه. كل ما يتضم الايدجز او الطرفين بتوع الجرح يقربوا من بعض، كل ما يسرع الهيلينج، يسرع ان هو يخف بسرعه. كل ما كانت التو ايدجز بعاد عن بعض، كل ما خد وقت اطول ان هو يحصل له هيلينج. فالمايوفايبر بلاست بتعمل ايه؟ كونتراكت، فتعمل ووند كونتراكشن، فتضيق المساحه اللي محتاجه تتملي، فتسرع الهيلينج بتاع الانجلز. اخر نقطه بس اللي هي بتاعت الفايبر بلاست ليها تو ستيتس، ده معناه ايه؟ معناه ان طول ما الجسم سليم وما فيش فيه مشكله ومش محتاج الفايبر بلاست تشتغل، الفايبر بلاست بيبقى كانه في ستيت بسميها كويسنت. كلمه كويسنت معناها ان اكتف. الكويسنت ستيت دي بتفضل فيها الفايبر بلاست طول ما الجسم ما فيش فيه مشكله. طب حصل انجري بقى، حد اتجرح، او حصل اي مشكله في الكونكتيف تيشو، وحصل فيه اي برضو ديجنريشن باي سبب، تبدا ساعتها تتنشط ويحصل لها اكتيفيشن وتبقى اكتيف ستيت، وتبدا تعمل كل الوظائف اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى هي موجوده في تو فورمز ديبندنج، الجسم محتاج وظيفتها ولا مش محتاج. محتاجه تبقى اكتيفيتد وتشتغل، خلصت خلاص والهيلينج حصل والانجري ما عادش فيه انجري، ترجع تاني للكويسنت ستيت وتريح شويه لغايه ما يحصل لها دي اكتيفيشن تاني. ده بالنسبه للفايبر بلاست. الصوره دي صوره لكونكتيف تيشو، بس انا جايباها هنا عشان اوري الفايبر بلاست، مش عشان اوري الكونكتيف تيشو نفسه. كل النيوكلياي اللي لونها بيزوفيليك اللي احنا شايفينها في الصوره دي، these are the nuclei of the fiber blast cells. كل دول are fiber blast cells موجودين بين البندلز وبعضها، هنشوفها بعدين في الكونكتيف تيشو لما ناخد الكولاجين، لكن هنا انا بس بوريكم شكلها ايه باللايت مايكروسكوب. الخليه اللي بعد كده هي الفات سيل، او بنسميها الاديبوس سيل، او بنسميها اديبوسايت، الثلاث اسامي زي بعض. الثلاثه بيدلوا ان هي اديبوز او فات سيل، ان الخليه دي لها علاقه بالدهون. اتسمت خليه دهنيه او اتسمت فات سيل لان هي ليها علاقه من قريب او من بعيد بالدهون. طب ايه العلاقه دي بقى؟ هنقولها لما نشوف تركيبها. اول حاجه شكلها ايه الخليه؟ اوفال سيل. يبقى هي خليه بيضاويه ملهاش اي بروسيس ولا برانش خالص، هي بيضاويه اهي في الشكل. والاوفال سيل دي جواها مليانه، يعني السيتوبلازم بتاعها مليان بايه؟ مليان بسنجل لارج فات جلوبيول. يعني ايه؟ يعني كوره كده من الدهون كبيره ماليه السيتوبلازم، لدرجه ان السيتوبلازم ما عادش فيه مكان لحاجه ثانيه، اتملى بالكوره الكبيره دي. والكوره دي بيفضل يحوش جواها، فهي تتحوش يتحوش يتحوش وتكبر وتكبر وتكبر. كل ما تكبر كل ما تضغط على كل محتويات السيتوبلازم بما فيهم النيوكليس للجنب، يبداوا يتضغطوا يتضغطوا لغايه اما يبقوا محشورين كده بينهم وبين السيل ممبرين في حته ضيقه وصغيره قوي فيها النيوكليس وشويه اورجانيلز قليلين خالص. وبقيه السيتوبلازم مليان ايه؟ مليان بسنجل لارج جلوبيول اوف فات. عشان كده انا لسه بقول لكم اتسمى فات سيل او اتسمت اديبوسايت ليه؟ لان المين كومبوننت فيها هي كوره من الدهون كبيره جدا ماليه السيتوبلازم. يبقى ده اول كاركتر ليها، هي انها اوفال وجواها ايه؟ سنجل لارج فات جلوبيول pushing the nucleus to one side، حشرت النيوكليس وزقتها خالص للجنب فبقت مضغوطه وفي الجنب خالص. طيب النيوكليس بتاعتها شكلها ايه؟ احنا لسه قايلين اهو، اتضغطت 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 فبقت على الطرف، يبقى مكانها بريفرال. طب الضغطه دي خلت شكلها ايه؟ كانت مدوره في الاول وبعد كده تبدا تبقى فلاتند فلاتند، تتبطط قوي عشان هي قاعده تتضغط بالفات، فبقت فلاتند اند بريفرال اللي هي على الطرف ومبططه فلاتند خالص زي ما احنا شايفينها في الصوره كده. طيب السيتوبلازم شكله ايه؟ دي صوره اهي او دايجرام ليها، يعني عشان نتخيلها 3D. الكره اللي لونها اصفر دي ذيس از ذا فات، الدهون كبيره زي الكوره كده ماليه السيتوبلازم، وبقيه السيتوبلازم هو الحته ده اهي بس، الحته الصغننه دي النيوكليس مبططه اهي وعلى الطرف وحواليها شويه اورجانيلز قليله خالص، لكن معظم السيتوبلازم مليان بالكوره بتاعت الدهون دي. السيتوبلازم بقى شكله ايه؟ اتش اند اي هيحصل له ايه؟ هيحصل ان الفات ده هيدوب، ما عادش يبقى موجود، هيدوب مننا واحنا بنحضر عشان احنا بنستخدم اورجانيك سولفنتس،
فيسيب مكانه فراغ حته بيضة فاضيه خالص زي دي كده. ف leaving a space او empty space، فالمنظر ده لما تشاف تحت الميكروسكوب اللي شافه شبهه بشكل الخاتم اللي ليه فص. الخاتم جسم الخاتم ده هو الباقي من الخليه او بقيه السيتوبلازم الرفيع ده، والحته اللي فيها الفص هي النيوكليس وبقيه السيتوبلازم فاضي كانه هي الحته الفراغ دي ما فيهوش حاجه. ليه ما فيهوش حاجه؟ لان الفات داب. يبقى وصف سيجنت رينج ده كاركترستيك للفات سيلف، حاجه مميزه جدا لها انها باللايت اتش اند اي بتبان ازاي سيجنت رينج ابييرز، خاتم فاضي من النص ما فيهوش حاجه والنيوكليس على الجنب. طب انا عايزه اشوف الفات بقى، مش عايزاه يدوب مني وعايزه اصبغه، اعمل ايه؟ استخدم سبيشال ستينز تصبغ الفات لوحده ما تصبغش حاجه تانية. زي مين؟ زي السودان 3 وتدي بتصبغه لون اورنج كلر، وزي السودان بلاك ودي بتصبغه لون بلاك. هنا بقى الفات بيتصبغ ما بيدوبش، هو نفسه بيتصبغ وبياخد لون الستين. فالسودان 3 بتدي اورنج والسودان بلاك بتدي لون بلاك. الفانكشن بتاعتها احنا خلاص قلناه، قاعده تحوش في فات، تحوش في فات، تحوش في فات، كل ما يزيد في الجسم كل ما يتحوش جواه. يبقى هي بتعمل ستورج اوف اكسترا انرجي او اكسترا فات كونتنت، اي دهون بتبقى زياده جوه الجسم بيحوشها فين؟ في الفات سيلز. طب هل دي بس الوظيفه الوحيده؟ لا، الفات كمان له هيت انسوليتنج افكت، يعني كل ما كانت كميه الفات حوالين الجسم كتيره تحت الجلد يعني، كل ما الانسان ده تلاقيه ما بيبردش بسرعه لانها بتعزل الحراره جواه فبتدفيه. يبقى الناس المليانه شويه ممكن بتحس هما مش بيبردوا قوي زي الناس الرفيعه. ليه؟ عشان في كميه دهون تحت الجلد كتيره بتعمل هيت انسوليشن. يبقى ده وظيفه الفات سيل. ادي شكلها هو باللايت مايكروسكوب، ده شكل السيجنت رينج اتش اند اي، سيتوبلازم كانه فاضي ابيض خالص اهو، ما عادش فيه دهون، يا دوب البوردر بتاع الخليه بس اللي باينه ومعاها فلات نيوكليس على الطرف. ده شكلها بالتو سبيشال ستينز اللي قلناهم، الاورنج كلر ده بتاع مين؟ سودان 3 بيصبغها لون اورنج، واللون الاسود بتاع السودان بلاك او الاوزميك اسيد، الاثنين بيصبغوا الدهون لون اسود. يبقى كل الاسود او الاورنج ده دي الفات نفسه مسبوغ وبقيه السيتوبلازم مش مسبوغ. ماشي. الخليه اللي بعد كده هي الماست سيل، والماست سيل شكلها ايه؟ اوفال سيل، ليها فيو بروسيسز حاجات رفيعه قوي، فعشان كده برضه ما بعتبرهاش برانشد لان هم صغيرين. ليها فيو بروسيسز بس على الطرف كده. طيب النيوكليس بتاعتها سنترال اند راوندد ان بوزيشن، راوندد ان شيب سوري، يبقى النيوكليس بتاعتها في النص ومدوره في الشكل. السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك، ولكن هنا ما ينفعش اقول بيزوفيليك وقف، لان احنا لو قلنا بيزوفيليك ووقفنا يبقى هنكمل بالرصه اللي احنا اتفقنا عليه، رايبوزوم زوراف اندوبلازميك وجولجي وكل الكلام بتاع البروتين سيكريتوري سيل. لكن هي دي مش كده، دي مش بروتين سينثايزنج سيل، دي جواها او هي بتفرز منتج اه، لكن المنتج زي ما انا كنت لسه بقول لكم مش بيور بروتين، هو جزء منه اه بروتين لكن بقيته مكونات ثانيه ففيها اورجانيلز ثانيه. لكن البيزوفيليا هنا سببها ايه؟ سببها وجود جرانيولز هي اللي لونها ازرق، اللي هي الكور دي، الجرانيولز دي هي اللي لونها ازرق، فهي اللي خلت السيتوبلازم لونه بيزوفيلي. يبقى لازم انا اقول هنا ان السيتوبلازم فيها ايه بقى؟ بيزوفيليك جرانيولز، مش بيزوفيليك وقف، اقول لازم اقول بيزوفيليك جرانيولز عشان اقول ان البيزوفيليا هنا مش سببها رايبوزومز ولا رف اندوبلازمي ريتيكولم، سببها المين هو وجود الجرانيولز اللي لونها ازرق دي. طيب السبيشال ستين بتاعتها ايه؟ بنصبغها ميتاكروماتيك بالتريبان بلو، وبيبان لونها ريدش بيربل اللي هو لون بنفسجي محمر، وده احنا اتفقنا عليه لما قلنا الميتاكروماتيك ستين ان دي بصبغ بصبغه لونها ليها لون يطلع لي رياكشن بلون تاني، مش لون الصبغه الاصليه، الصبغه لونها ازرق تديني لون بنفسجي. الفانكشن بتاعت الماست سيل هي ايه؟ الجرانيولز اللي احنا قاعدين نقول عليها جواها دي مليانه ايه؟ مليانه مادتين، مليانه هيستامين، وده ماده الرجيك سبستنس هي المسؤوله عن الحساسيه اللي بتحصل عند بعض الاشخاص نتيجه التعرض لاي ماده هم عندهم حساسيه منها، الرياكشن اللي بيحصل من الاحمرار والهرش والريدنس والسويلنج بتاع بعض الاماكن او الارتكاريا اللي بتحصل، ده سببها افراز الهستامين. يبقى الهستامين ده بيتفرز من الماست سيل عشان يعمل الرجيك رياكشن. فبتفرز ايه كمان؟ بتفرز هيبرين. مين الهيبرين ده؟ ده انتي كواجولانت. كواجوليشن يعني تجلط، انتي كواجولانت يعني مانع للتجلط، يبقى بيمنع الكواجوليشن بتاعت البلود وبيخليه سايل ويمنع كلوتنج فورميشن. يبقى ده بالنسبه لي الماست سيل. المجموعه الثانيه من السيلز اللي هم الفري جروب، والفري جروب بتشمل ثلاث خلايا، بلازما سيل وماكروفاج ووايت بلاس سيلز. الوايت بلاس سيلز دول هم كرات الدم البيضاء، دول هناخدهم ان شاء الله لما ناخد البلود، مش هناخدهم دلوقتي. يبقى احنا سبيسيفيكالي هنركز على البلازما سيل والماكروفاج. طيب البلازما سيل ايه مميزاتها؟ هي كمان فيها نقطه زياده هنقولها قبل ما نقول الاربع نقط الاساسيين. ايه هي؟ ان البلازما سيل ما بتطلعش من اندفرنشيتد ميزنكايمال سيل،
ده الاوريجين بتاعها مختلف. مختلف ازاي؟ ان البلازما سيل بتطلع من خليه اسمها بي ليمفوسايت، دي خليه من خلايا الدم برضو ولكن مينلي موجوده في الليمفاتيك اورجانز. والبي ليمفوسايت لما بيحصل لها اكتيفيشن بتتحول من سمول الى ميديوم الى لارج ليمفوسايت، وفي الاخر خالص تدين بلازما سيل. يبقى الخطوات بتاعه الاكتيفيشن دي بينتج عنها في الاخر مين؟ بلازما سيل. يبقى الاوريجين بتاعها هو هنا اللي مختلف. يبقى لازم نعرف دي ان بوينت كاركترستيك للبلازما انها ما بتطلعش من اندفرنشيتد ميزينكايمال زي بقيه الخلايا الكونكتيف تيشو، بتطلع منين؟ من البي ليمفوسايت. طيب نكمل بقى الاربع نقط بتوعنا. شكلها ايه؟ اوفال سيل، بيضاويه في الشكل، ملهاش بروسيس، مش برانش. النيوكلس بتاعتها راوندد اكسنتريك وفيزيكولار. اكسنتريك يعني مش في النص، يعني متزحزحه شويه على الجنب، يعني قربت تبقى بريفرال يعني في الجنب، ما هياش في النص. كارتويل ده شكل توصيف رصه الكروماتين جواها، هتيجي في الصوره اللي جايه. وفيزيكولار قلنا كلمه فيزيكولار معناها ان النيوكلس دي نشيطه، فيها برومننت نيوكليولس برده، فيها ايه كروماتين كتير، هتير كروماتين قليل، يعني نيوكلس نشيط، اكتف نيوكلس. السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك، وهنا بقى مش بيزوفيليك وبس، ده ديبو بيزوفيليك الاثنين، يعني بيزوفيليك وغامق زيه زي الفايبر بلاست برده، يعني قريب منها، او الاثنين يعتبروا بيزوفيليك او دي بيزوفيليك. طيب عشان ايه هنا احط بقى نفس الكلام، لان دي برده بروتين سينسايزنج سيل زيها زي فايبر بلاست، يبقى فيها مين؟ رايبوزومز كتير، راف اندوبلازميك ريتيكولم كتيره، برومننت جولجي، وفيزيكولار نيوكليس. كل التوصيفات دي تساوي بروتين سينسايزنج سيل. البروتين اللي بيطلع منها بقى بيكون ايه؟ هنا بيكون انتي بوديز اللي هي الاجسام المضاده، ان الجسم او الاميون سيستم بيكونها عشان يهاجم بيها اي انتيجين او اي فورين بودي بيحاول يهاجم الجسم ويعتدي، يعني يعمل انفيجن، الجسم بيطلع له اجسام مضاده تكسره. الانتي بوديز دي مين اللي بيطلعها؟ البلازما سيل. دي مسؤوله عن نوع من انواع المناعه الاميونيتي اسمها هيومرال اميونيتي. يبقى الهيومرال اميونيتي دي شغلانه مين؟ شغلانه البي ليمفوسايت والبلازما سيل، لانها بتنتج انتي بوديز وبتكسر الانتيجنز او الجسم الغريب اللي بيحاول يدخل جسمنا. ده شكل البلازما سيلز اهي، الصوره اللي شفناها في النيجاتيف جولجي لو فاكرين. الصوره اللي شفناها في النيجاتيف جولجي يا شباب اعملوا ايه؟ تمام. فالصوره دي هي نفس الصوره اللي حطيناها هنا، لان هي دي صوره البلازما سيل فعلا. يبقى البلازما سيل دي كل دول ار بلازما سيلز، ليهم دي بيزوفيليك سيتوبلازم، واضح فيهم النيجاتيف جولجي اللي احنا قلنا عليها في الصوره اللي هناك، وادي النيوكليس الكارتويل اللي هي فيها النيوكليولس في النص، والكرومات المترصص على الطرف، وبينهم وبين بعض زي خيوط رفيعه كده، بتبقى شبه العجله بتاعت العربيات الكهرباء القديمه، العربيات الخشب القديمه دي، كان يعني بيبقى شكل العجله دي هي شكل النيوكليس قصدي شبهها، فعشان كده سموها كارتويل، لكن هي فيزيكولار يعني مش مشكله كارتويل دي قوي. تمام؟ يبقى دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن بلازما سيلز بالكرايتيريا اللي احنا لسه قايلين عليها. الخليه الاخيره من الجروب الفري اللي هي الماكروفاج. والماكروفاج هنا ليها اسم مخصوص خاص بالكونكتيف تيشو بنسميها هيستوسايت. يبقى لما اسمع كلمه هيستوسايت معناها ايه؟ معناها كونكتيف تيشو ماكروفاج، مش اي ماكروفاج في اي مكان تاني. كل تيشو في جسمنا فيه ماكروفاج، وكل مكان فيه ماكروفاج ليها اسم مخصوص بتاعها في المكان ده. فالكونكتيف تيشو ماكروفاج اسمها ايه؟ اسمها هيستوسايت. طيب ايه ده؟ ده فيها نقطه كمان زياده زيها زي ما قلنا في البلازما، ان الاوريجن بتاعها برده مختلف. الاوريجن هنا طالع منين؟ من بلاد سيل اسمها مونوسايت. الخليه المونوسايت دي هي مصدر الماكروفاج، هي اللي بتطلع الماكروفاج. فهنا كمان ليها اوريجن، نفتكرهم بقى ان الاثنين الاكسبشنز اللي ليهم اوريجن مختلف، الماكروفاج والبلازما سيل. البلازما بتطلع من البي ليمفوسايت، والماكروفاج بتطلع من المونوسايت. شكلها ايه؟ لارج برانشد سيل اهي، ادي الخليه اهي، وطالع منها دراعات كتير كتير اهي، شايفين عامله ازاي؟ اسمها سودوبوديا، او بنسميها الاقدام الكاذبه. السودوبوديا دي بروسيسز كتيره او برانشز بتطلع من الخليه. الخليه النيوكليس بتاعتها بتبقى سمول اكسنتريك اوفال او كيدني شيبد نيوكليس، يبقى شكلها يا اما اوفال يا اما في بعض الخلايا الثانيه في الماكروفاج بتبقى شكل الكيدني، وبتبقى سمول ان سايز واكسنتريك ان بوزيشن. ده بالنسبه للنيوكليس. السيتوبلازم بيل بيزوفيليك، وبيل بيزوفيليك يعني ما ينفعش احط بعديها الرصه بتاعت البروتين سينسايزنج، لان هو اصلا بيقول لك ان هي لونها ازرق بس باهت، فمعناه ان الاورجانيلز دي مش كتير. طب مين بقى الاورجانيل اللي كتير هنا في الماكروفاج؟ ها حد يفكر كده ويقول من اللي قلنا من شويه.
مين الأورجانيل اللي كتير في الماكروفاج ومهم؟ لايزوزو. برافو. ليه؟ ان هو ده المسؤول عن ان هو يكسر لها كل حاجة غريبة هي هتاكل. طب وظيفتها ايه بقى؟ فاجوسايتوزيس. اي جسم غريب هتقابله، فورين بادي، بكتيريا، اولد سيل، اولد ار بي سيز، اي حاجة الجسم ما عادش محتاجها الماكروفاج بتبلعها، ويبدا اللايزوم جواها تكسرها وتحاول تستغلها اقصى باقصى درجه ممكنه، تستفيد منها وتاخد منها الحاجات اللي ممكن تعملها ريسايكلينج والباقي تتخلص منه. يبقى وظيفه الماكروفاج باختصار هو فاجوسايتوزيس، يعني اكل اي حاجه غريبه او الجسم مش محتاجها تكسرها، تبلعها جواها وتكسرها. الصوره دي صوره البكتيريا اهي، الاحمر ده دي باسيلاي، والماكروفاج اهي بتحاول تحوطها بدراعات دي لغايه ما تقربها 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 وبعدين تبلعها جواها وتبدا تقضي عليها. ده بالنسبه لي الماكروفاج. دي صوره للماكروفاج اهي برده مصبوغه فايتال سنتر بان بلو، الازرق ده واضح فيها البروسيسز اهي، انها برانش طالع منها زي دراعات رفيعه، والصبغه اللي لونها ازرق ده الصبغه اللي انا استخدمتها في الستين بتاعي. ده بالنسبه للماكروفاج كده. برده التايم خلاص فاضل فيه دقيقه، انا هوقف هنا على عشان اسيب الجزء ده، وبعد كده اعمل لكم دعوه ثانيه للجزء الباقي.